صباح الخير والسعادة وبداية الأسبوع، ودايماً أنا بحب كده أبقى متفائلة في بداية الأسبوع. يا رب كلنا نبقى متفائلين وإن شاء الله أيامنا اللي جاية كلها تكون حلوة. صباح الفل يا كريم. صباح العسل. صباح الجمال عليك. صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. يوم جديد وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، إن شاء الله تكون حلقة لطيفة بالنسبة لكم وتعرفوا من خلالها كتير جداً من التفاصيل المتعلقة بالنادي الأهلي وبالرياضات سواء محلياً أو عالمياً. صحيح، كان ويكند لطيف كجو لو إحنا هنتكلم تحديداً، ولكن زي يعني الويكندز اللي قبلها اللي كان في تقلبات شديده، لكن واضح ان بدايه الاسبوع النهارده زي ما كان الدكتور منار معانا يوم الاربعاء كريم صحيح قالت ان الاسبوع ده هيشهد اختلاف في درجات الحراره وارتفاعه، ولكن النهارده بغض النظر عن الارتفاع في جو غريب شويه، في هواء بتراب تراب غير مسبوق. انا مش عارفه دي بقى ايه التقلبات دي، يعني ممكن عشان نهايه الشتاء. الحاجه الاكيده ان في ناس معينه لازم تاخد بالها، الناس اللي عندها رمد ربيعي لازم تاخد بالها وتبقى دايما لابسه نظارات شمس حتى لو الشمس مش طالعه قوي، لان فكره ان في تراب كتير يعني الرياح محمله بالرمال والاتربه بالمعنى الحرفي، دي حاجات بتاثر جدا على مرضى الرمد الربيعي. الناس اللي عندها حساسيه صدر او حساسيه في العين لازم تاخد بالها. الناس بقى اللي عندها جيوب انفيه بتتروق في الجو ده. انا بقى لا والله انت يعني مش بليفل عالي يعني قوي، مش عندي ربنا. بس طبعا لان هي مزعجه جدا الحكايه، وفي جو زي ده مش قادر اقول لك بقى الدنيا بتبقى عامله ازاي. ما هو ربنا يستر فعلا. بس على كل حال نتمنى يعني بجانب او بغض النظر عن الجو ان الاسبوع يكون مليء بالاخبار الحلوه، خصوصا ان احنا بنبدا النهارده وبنقول صباح النصر فعلا، لان ماتش الاهلي والمريخ امبارح اللي اتحسم لفريقنا كان ماتش جميل جدا، وشفنا يعني من البدايه كمان كانت بدايه محترمه جدا، كان يمكن فيه شويه صعوبه لكن العبره بالنتيجه زي ما احنا بنقول والفوز، وبرده اللعب على الارض كان مختلف، واحنا قلنا عايزين نشوف مباراه كويسه وده حصل، فبدايه برده موفقه لبدايه الاسبوع ان شاء الله والمزيد من الاخبار. بس اكيد هيبقى في تفاصيل كتيره جدا نحاول ان احنا نتكلم عنها يعني على مدار الحلقه وكمان في الفقره الحواريه، لان برضو عندك يا كريم شويه تاتشات كده اخطاء تحكيميه او طبعًا. يعني في حاجات برضو الواحد مهما قعد وطلع واتكلم عنها وتساءل وطرح الكلام ده وسمع تحليلات مختلفه برضو هي معاك، يعني هي مكمله معاك، فالواحد مبقاش فاهم طب ونهايتها ايه. بس على كل حال هو السؤال وليه تبقى مكمله معانا طالما احنا في الاخر بنتكلم على اخطاء بشريه من الممكن تداركها، بنتكلم على ان في قرارات في كتير من الاحيان بتبدو غير منطقيه علما بان في حاجه اسمها مثلا فار. انا بتكلم في المطلق مش على مباراه بعينها، بس هو حصل فعلا عموما يعني ما اعرفش، بس في كل حال يعني زي ما حصل قبل كده كان في كبوه العادي بتاعنا، العادي بتاع النادي الاهلي، ان حتى لو في تعثر في مرحله من المراحل في ماتش من الماتشات العادي ان الاهلاويه كفريق وحتى جماهير كله بيقوم مره تانية يقف على رجليه، وده اللي حصل وقد كان في مباراه الامس، وان كان طبعا يعني بيني وبينك الجولين اللي جم فينا ما كانش ليهم اي لازمه. بص صراحه يعني الصراحه معاك حق يعني بس هنتكلم. الاداء كان او بدا روعه، هدفين طبعا اللي احرزهم محمد شريف في منتهى الجمال، وجمالهم فكره هنا كمان اللي هو الاسيست اللي اتعمل، يعني الاول من بيرس تاو بتتكلم والثاني من احمد عبد القادر، يعني الموهبه اللي فعلا كل مره بيثبت فيها نفسه يا كريم، موهبه كبيره. عمل تمريره ولا اروع حقيقي لحضراتكم اكيد تابعته، ومن الاخر كمان عبد القادر ممكن هو يكون بيوصل رسائل كده لكيراش، يعني اللي هو انا اهو انا موجود انا صحيح. يعني جاهز كمان لمنتخب مصر. الفريق كمان امبارح كان رائع جدا لو هنتكلم ونتيجه ويعني اداء ونتيجه، وكان مسيطر بشكل كبير على المباراه، لكن لازم نرجع هنا نقول اننا يعني تهنا شويه في النص، ونتيجه ده دخل فينا الجولين اللي انت بتتكلم عنهم، وبعد كده يعني بدانا ان احنا نستعيد تركيزنا مره ثانيه ونسجل هدف التقدم عن طريق طبعا الجميل الكبير السوليه، لكن لازم برده نخلي بالنا في الماتشات اللي جايه و نسيطر شويه على تركيزنا، لازم يبقى في تركيز اكتر من كده، ودي مش حاجه تعبنا ومش حاجه تقل مننا ان احنا نقول ان احنا محتاجين تركيز اكتر من كده. ليه؟ لان انت بتفرح قوي وبتعمل اداء ومجهود على الارض باين للناس كلها، بعد كده ممكن شويه اخطاء بسيطه جدا او عدم تركيز يخليك ان انت يدخل فيه جول او اتنين زي ما صحيح. شفنا امبارح، واحنا في غنى عن كل الكلام ده بصراحه، فاحنا نستحق اكيد كنا الفوز على المريخ، ودي اكيد برده خطوه في مشوارنا لحسم التاهل يعني لربع نهائي دوري ابطال افريقيا، فبالتوفيق في اللي جاي اكيد عايزين نشوف نفس المستوى مش اقل، ده اللي احنا بنتمناه. طيب نهاوند بتقول ان عبد القادر جاهز للمنتخب، واحنا كمان لازم نقول ان محمد شريف هو كمان جاهز للمشاركه مع المنتخب. طبعا
يعني اكيد كيروش ليه رؤيته الخاصه وليه وجهه نظره في ان مين يلعب ومين يقعد مين يشارك ومين ما يشاركش، لكن اللي الحقيقه بيعمله محمد شريف ما يتقالش عليه غير عظمه على عظمه. بمعنى ايه؟ بمعنى تفاصيل كده هو تاكد ان هو فعلا اداؤه كان ممتاز، قرايه الملعب، التمركز السليم، تحركاته بدون كوره، وترجمه كل ده بتسجيل اهداف، يعني مهاجم متكامل، الى جانب طبعا ان الفريق كله الحقيقه يعني كان اداء كل اللعيبه كان اكتر من ممتاز، اللعيبه وطريقه اللعب يعني من لمسه واحده، التحركات كلها، كل ده اللي ترجم الفوز او ترجم الى يعني الى صوره فوز مع نهايه المباراه، وهو فوز مستحق ما فيش شك في كده. لازم كمان نعترف اننا فعلا يعني اطمننا شويه في الاول وما استغلناش يعني اكتر من فرصه كانت متاحه لينا، وده كان سبب ان المريخ يتعادل معانا بجولين تاني، نرجع ونقول ما كانش ليهم لازمه اول حقيقه، بس يلا او اللي حصل حصل، لحد ما طبعا عمرو السوليه احرز هدف الفوز. كالعاده هنقلب صفحه ونفتح صفحه ثانيه، صفحه جديده هي استعدادنا لبيراميدز في الدوري، ومن بعدها اكيد ان شاء الله استكمال المشوار القاري. وتعالوا بالمناسبه طالما فتحنا الكلام عن محمد شريف، تعالوا نشوف محمد شريف قال ايه في او بعد المباراه. اتفضلوا. ماتش صعب جدا النهارده، يمكن احنا صعبناه على نفسينا، كان ممكن نكسب بسكور اكتر من كده، احنا جبنا جونين بدري، الماتش كان ممكن يهرب مننا، بس الحمد لله. انا قلت قبل كده دور المجموعات المهم فيه 3 نقاط، مش مهم فيه اللي انت تكسب 3 زي 4، فالحمد لله على 3 بونت. يعني شيري، انت فتره كانت صعبه جدا، فتره عدم التهديف، واكتر شيء يعني بيبقى صعب جدا على المهاجم انك تبتعد عن الشباك، اعتقد الفتره دي كانت فتره صعبه جدا، قول لي الفتره دي عشتها ازاي؟ اكيد طبعا ده طبيعي في الكوره، بيجي عليك فتره ممكن ما تسجلش، بس الحمد لله الواحد بيحاول بيجتهد بيعمل اللي عليه عشان يرجع تاني، يعني الحمد لله. يعني زمايلك بقى في الفريق التعامل معاك في الامر ده ازاي النهارده؟ اداء اكثر من رائع، مستر بيتسو موسيماني دايما بيشيد بمحمد شريف وبيقول واحد من العناصر اللي انا بيبقى العنصر الاساسي عندي في خط الهجوم. لا طبعا احنا فرقه واحده، مش مهم شريف اللي يجيب الجون زي ما قلت لك، المهم اللي احنا نكسب، ده كان مهم جدا بالنسبه لنا يعني. فانا بالنسبه لي سجلت ما سجلتش، المهم اللي احنا نكسب يعني الحمد لله. قفشه بقى النهارده عيد ميلاده، حبيبته القفشه، انا عارف ان الدويت وقفشه وشريف، حابب تقول ايه النهارده لمحمد مجدي قفشه بمناسبه عيد ميلاده؟ كل سنه وهو طيب، وان شاء الله ربنا يكرمه دايما ويوفقه ومزيد من البطولات ان شاء الله مع بعض ان شاء الله. عايز اخد منك كلمه ورساله لجمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي كان دايما هو الداعم والساند سواء لمحمد شريف وهو في المنتخب او في النادي الاهلي. طبعا جمهورنا ده مش بيدعم شريف بس، بيدعم الفرقه كلها، دايما في ظهرنا في كل مكان، حتى لما بنلعب في كاس العالم بنروح بره مصر دايما مساندنا يعني ومعانا يعني في ظهرنا يعني. كنت هداف دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي، السنه دي اكيد طموحات ثانيه، اكيد عايز اخد البطوله، اكيد عايز اخد هداف البطوله. انا بفكر اول في البطولات الجماعيه، دي اهم طبعا بالنسبه لي، الحاجات الفرديه بتيجي بعدين، طول ما انت بتفكر في الحاجات الجماعيه هتلاقي الحاجات الفرديه بتيجي كده كده لوحدها يعني ان شاء الله. حبيبي عايز اخد منك رساله اخيره، الفتره الصعبه اللي انت عشتها اكيد في شخص عايز تقول له رساله من خلال قناه النادي الاهلي في الفتره الصعبه اللي كانت اللي فاتت دي، لو حابب توجه رساله لشخص تقول لي مين وتقول له ايه؟ شخص ايه؟ مش عارف يعني، عادي جدا يعني. البيت عندك، زملاء؟ لا طبعا لما بيكون في عدم توفيق طبعا بيبقى اهلك متضايقين ومتاثرين طبعا، ده طبيعي في اي بيت، فالحمد لله يعني الواحد شويه شويه يقدر يرجع يعني السنه اللي فاتت ان شاء الله. أنا مبسوطة بمحمد شريف جدا بجد، محمد شريف لاعب متميز ولاعب موهوب جدا، يمكن في فترات كان مش ظاهر ده، لما جه موسيماني ظهر ده بشكل كبير جدا، بعد كده يمكن الفترة الأخيرة اللي فاتت حصل دروب شوية، لكن قدر إن هو يعود مرة تانية للتألق اللي إحنا نعرفه عليه أو نشهد بيه، فده مش عيب ومش غلط، يعني البعض يقول لك يا كريم اللاعب الموهوب لازم يحافظ على مستواه طول الوقت، مفيش ده. يعني ده مش موجود، في ابس اند داونز عند اي انسان، فلما يبقى لاعب حتى بالعكس يقول لك الدروب، لما يحصل دروب ويرجع تاني المستوى ويتالق احسن من الاول، هو ده فعلا الشخص اللي عنده الموهبه، هو ده الشخص فعلا الناجح. فمحمد شريف بيثبت كل مباراه ان هو بيعود مره تانية، وان هو لاعب يعني ذو اهميه كبيره جدا، وفعلا احنا محظوظين بيه. الفتره اللي جايه ان شاء الله كمان يثبت نفسه اكتر واكتر، وهي دي الكوره، يعني انت لازم كلاعب مهما كبر شأنه وكبر اسمك في الملعب لازم كل مرة وتحافظ على ده. يمكن شفنا ده كمان مع محمد صلاح، محمد صلاح مش مثلا بعد ما عمل اسم قال لك خلاص المستوى أريح ما فيش مشكلة أنا كده كده عامل اسم، أنت كل مرة بتشوف تألق أعلى وأعلى لمحمد صلاح في الملعب، فده اللي احنا بنتمناه من كل نجومنا في النادي الأهلي حقيقي. طيب احنا تابعنا جزء من تصريحات محمد شريف، خلينا نروح لموسيماني، وأنا من الناس اللي بحب جدا برضو تصريحات موسيماني بعد أي ماتش، هو دايما بيتكلم بطريقة فير زي ما بيتقال، أو بيبقى عنده صدق في كلامه وما
بيجملش الحقائق. هو قال امبارح او اكد ان المباراه كانت صعبه امام طبعا منافس قوي بيمتلك عناصر مميزه خاصه في الخط يعني الامامي. قال ان المريخ فريق يعني مميز وكان ندا قويا خلال المباراه، مشيرا الى ان الاهلي حقق المطلوب بالفوز بثلاثيه اهداف يعني مع خلق العديد من الفرص امام مرمى المنافس. وعن المواجهه المقبله في دوري ابطال افريقيا قال امام سان داونز طبعا قال انها ستكون صعبه للغايه، اكيد هي هتكون صعبه للغايه وكلنا مترقبين ان شاء الله يعني يبقى في برضه تاني فوز مع اداء رائع. شدد على ان الاهلي فريق كبير جدا بيمتلك الكثير من الخبرات وان الفريق قادر على العوده بنتيجه ايجابيه من جنوب افريقيا. بالتوفيق هنشوف، والاستعدادات لازم تكون من دلوقتي مع الفصل بقى كريم، لان انت عارف انا زي ما بيقول كده تك 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 ورا بعض، فانت طبعًا لازم تفصل ولازم تدي يعني مهله كمان علشان اقدر ان انا اخرج من المود ده اخش على المود ده، يعني من كلم هنا من الدوري لافريقيا يعني في ضغط، في ضغط ولازم تفصل انت كبني ادم او كلاعب لازم تفصل بين دي ودي. برده موضوع اكيد مش سهل، بيتطلب شغل كبير من الجهاز الفني من موسيماني واكيد من اللعيبه نفسهم. برده في الاول وفي الاخر انت بتبقى مسؤول عن نفسك يا كريم، انت اللي لازم تسعى، انت اللي لازم تحارب علشان تقدر انك تحط نفسك او تكوب مع الظروف الجديده اللي بتحصل. فده اللي احنا اكيد متوقعينه من نجومنا يعني. ونرجع ونقول ده قدر لعيبه النادي الاهلي بحكم ان هم لعيبه في النادي الاهلي، فمالهاش حل يا حضرات. النادي الاهلي بطبيعه الحال لازم دايما بنلاقيه في كل موسم وفي كل سنه بيشارك في كل البطولات المحليه والقاريه وحتى الدوليه المتاحه نظرا تاني لكونه النادي الاهلي. اكيد دي مسؤوليه مش سهله، اكيد الضغط اللي بيشكله هذا الامر على كل لاعب يعني شيء مش هين ابدا. بعيدا بقى عن التعب بتاع المشاركات والاصابات والالتحامات والكلام ده كله، ده احنا لو حيدنا الجانب ده وركزنا بس على فكره الضغط النفسي والعصبي والتاقلم معاه المطلوب من كل لاعب على حده من لعيبه النادي الاهلي، هذه لوحدها نقطه مش هينه. على كل الاحوال وبرده في سياق متصل واستكمالا للكلام اللي نهاوند كانت بتقوله، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي اكد ان الفوز على المريخ يعتبر خطوه مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي، خصوصا وانه دخل المباراة وهو لا يمتلك سوى نقطة واحدة فقط في رصيده. قال دوري الأبطال هذا الموسم سيكون صعبا للغاية ومستويات الفرق متقدمة جدا، والحصول على اللقب لن يأتي سوى ببذل الكثير والكثير من الجهد. تعليقا على ضياع يعني عدد من الفرص، قال كابتن سيد عبد الحفيظ هذه هي كرة القدم، وان قال يعني ان هو مش هيتكلم كتير عن إمكانية حصولنا على ركلة جزاء دلوقتي، خلاص احنا اغلقنا صفحة مباراة المريخ ومش مركزين حاليا غير في المباريات المقبلة. على كل الاحوال تعالوا نشوف ونسمع مع حضراتكم جانب كده من تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ وبعديها نرجع نكمل. اتفضل. هي دي كرة القدم، لازم يبقى نفس التركيز نفس الاصرار نفس الحماس اللي الفرقة هتقابلك بيه، انت كمان يبقى عندك نفس الموضوع ده. يعني الحمد لله على كل شيء، يعني مباراة كانت صعبة وكانت مهمة ان احنا ناخد فيها 3 نقاط عشان نبقى متواجدين بشكل افضل في الترتيب. يعني هنقفلها لان ده الطبيعي جدا، وهنركز محليا وافريقيا ان شاء الرحمن يوم الثلاث والسبت الجاي باذن الله. كابتن سيد دايما ليك كلمة مشهورة ان كل يوم كرة القدم بتدينا دروس، النهاردة تتقدم بهدفين، المباراه ما خلصتش، النهارده فريق المريخ السوداني بيرجع للقاء، اعتقد دي درس من الدروس النهارده بنتعلمه في المباراه. بالتاكيد يعني بالتاكيد، ويمكن الفرق كلها على مستوى عالي جدا، يعني حتى فرق المستوى الرابع يعني بتعمل نتائج كويسه. المريخ قدم مباراه هايله، ومع سان داونز قدم مباراه هايله، ومع الهلال قدم مباراه هايله، مستوى في تقدم يعني في المباريات، ودي حاجه تحسب الجهاز الفني بتاعهم واللعيبه بالتاكيد يعني. لكن احنا كمان كنا مهم ان احنا نكون في وضعنا، نحطه في وضعنا افضل شويه من اللي قبل اللقاءين. يعني البطوله مختلفه في كل حاجه، في مستوى الفرق اللي بتقابلها، في حسابات الفرق وهي بتقابلك كمان يعني. فانت كمان لازم يكون عندك تركيز الفتره اللي جايه محليا وافريقيا، مش عايزه غير دماغ فاضيه خالص مركزه في كره القدم بس. يعني كابتن سيد، الملف التحكيمي انا مش عايز اتكلم فيها بس في بعض النقاط، الفار لازم يطبق من ادوار المجموعات. النهارده شفنا اكتر من قرار تحكيمي، ضربات جزاء عليه علامات استفهام، الفار لازم يكون موجود في دور المجموعات. بص يعني انا حته بس ان انت تتكلم على عنصر مهم جدا في الكوره، ده مهم جدا ان انت تتناوله. يعني في ناس بتزعل من الكلام ده، ما اعرفش ليه. يعني انت المنظومه كلها يعني بتحسن من مستواها وادائها، الناس بتجيب لعيبه بالملايين من بره، بتجيب مدربين من بره، بتجيب محللين من بره او من جوه على اعلى مستوى، مدربين، منظومه بتدفع فيها ملايين الملايين. اعتقد ان ده ملف على المستوى الافريقي، على المستوى الافريقي والمحلي لازم تتعدى الترتيبات. يعني ما فيش حاجه اسمها عاطفه في حاجه زي، في عنصر مهم جدا بيبقى له قرارات زي كده. يعني
الراجل ده انا ما شفتوش من سنتين بالظبط، من سنتين ايه يعني، ما افتكرش ابدا في اخر ثلاث نسخ، اخر ثلاث نسخ انه حكم لنا مباراه، ما افتكرش اخر مباراه ادارها وانا موجود كانت مباراه بيت فيست في 2017. تخيل اخر مباراه ده ادارها لنا وانا موجود، ممكن الفتره اللي انا ما كنتش موجود فيها ادار مباراه اشك، لكن ما ادارش حاجه خالص. بتدي له النهارده مباراه مهمه جدا ومصيريه جدا. الفكره مش ان انت على فكره تغلط او يبقى في تقديرك مش مظبوط اصلا، الفكره نفسها ان انت عندك الامكانيات ان انت تكون ولا لا. يعني شغلانه صعبه جدا لكن لها مقومات. على العموم هقفل الصفحه ديت، خلينا نخش في صفحه بيراميدز و بتاجيل مباراه بيراميدز ولا الاستعداد ان شاء الله الرحمن هي اللي هيتم تاجيله. احنا مركزين، احنا عندنا ماتش يوم الثلاث بعديها هنسافر على طول. هي دي حسابات كره القدم، زي ما قلت لك الناس كلها اللي عندنا واللعيبه اللي عندنا كلها لازم تبقى دماغها ما عندهاش غير كره القدم بس، سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي. طيب هنروح بقى بعد كده، وزي ما بدات انا كلامي النهارده وفكره هنا الاخطاء التحكيميه اللي عايزين نقف عندها شويه، اللي وقفنا عندها على فكره كتير قبل كده وهنقف عندها برده في المستقبل، دي حاجه مش هتبقى جديده يعني. بس امبارح برده للاسف الشديد كان لينا ضربه جزاء ما اتحسبتش زي ما حضرتكم اكيد تابعتوا، لما لاعب المريخ دخل وبشكل يعني واضح للجميع على قدم محمد شريف، للاسف الحكم يعني ما حسبهاش، وده اللي نرفز شريف برده في الملعب وكان واضح للجميع. الاخطاء التحكيميه مستمره للاسف الشديد، بجانب يعني ان عدم كمان تطبيق تقنيه الفار في دور المجموعات امر برضو عليه علامات استفهام ومبرراته اغرب. يعني لما تيجوا تسالوا كده هو ايه اللي حصل بالظبط، يقول لك ان في بعض الملاعب غير مؤهله لتفعيل الفار. يعني انت بتتكلم ان احنا 2022 ولسه في ملاعب ما ينفعش ان انت اصلا تفعل فيها الفار، حاجه غريبه جدا ومش داخله دماغ البعض، ويمكن انا منهم بصراحه. بس على كل حال نتمنى ان يكون في تدارك لهذه الاخطاء ويكون في نهايه ليها. بس خلينا نعرف هل ده اصلا ممكن ولا لا من كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي اللي معانا دلوقتي على التليفون. كابتن ناصر صباح الخير على حضرتك، صباح الفل. صباح الخير عليك نوان، وصباح الخير عليك كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي. يعني حضرتك شاهدت اكيد برضو امبارح سلسله الاخطاء التحكيميه اللي مش جديده علينا زي ما انا كنت بقول، بس يعني خلينا نعرف تفاصيل من حضرتك اكتر، هل الموضوع ده هيبقى ليه نهايه ولا لا؟ وقبل ما نروح للنقطه دي اصلا، شفت ازاي الخطا امبارح تحديدا؟ اتفضل يا كابتن. اولا انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا، ان مش كل مره النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي سوف تتحمل اخطاء تحكيميه مؤثره في نتائج المباراه. صحيح. النادي الاهلي يعني عليه ضغوط كتيره جدا، مش هينفع كمان يبقى عليه ضغوط تحكيميه سواء في المباريات الافريقيه او المباريات المحليه، دي بس مبدئيا. النادي الاهلي النهارده يعني بينقذ احيانا الحكام من الاخطاء التحكيميه الفادحه، وانا بقول الكلام ده وليس يعني مش مجامل ابدا، ولكن النادي الاهلي امبارح بفوزه طبعا بيقول له الف مبروك على الاداء وعلى النتيجه وعلى الفوز بثلاث نقاط، وانقذ الحكم امس من الاخطاء الفادحه المؤثره. انا هقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، هذا الحكم يعني لا يملك ابدا الف ب القدره على قياده اي مباراه، خاصه في هذه المباراه الصعبه. نمره واحد، هو يفتقد الى التمركز والتحرك في ميدان اللعب، يفتقد حتى في تقديره للاخطاء الفنيه للاسف الشديد. عايز اقول ان هو امبارح كان سبب في ان هو يحرم النادي الاهلي، مش هقول لك الجزاء واحده لا، على الاقل ركلتي جزاء لمحمد شريف. الاولى هو يبعد عن الحاله تقريبا 30 متر او 30 يارده، وده مش موجود خالص في التحكيم، خاصه في عدم وجود تقنيه الفار. الحاله الثانيه الخطا، مش عاوز اقول اني اسهل ركله جزاء لمحمد شريف، هو اللاعب المدافع يركل بالقدم القدم ولم ينجح في لعب الكره، ومع ذلك لم يحتسب ركله الجزاء. هقول لك على حاجه مهمه ثاني، المباراه اللي قبل ديت كانت مع نادي الهلال السوداني. في الدقيقه 70 رضوان جيد كان هناك مخالفه تستوجب بطاقه حمراء لحارس مرمى الهلال طبقا للقانون، مش بنجيب كلام من عندنا، وهي فرصه محققه كانت لاحمد عبد القادر. احمد عبد القادر كان منفرد تماما، الحارس خرج خارج منطقه الجزاء ولعب الكره بالايد. هنا بنقول دي فرصه محققه. لو النهارده موجود تقنيه الفار، اولا رضوان جيد لم يشاهد الحاله، والمساعد الاقرب لم يشاهد الحاله، والمساعد الثالث لم يشاهد، والحكم الرابع، يبقى النهارده لابد ان النهارده تكون موجوده تقنيه الفار. هو الاتحاد الدولي النهارده بيسعى مع المجلس الدولي التشريعي اللي هو البورد، مع لجنه الحكام في الاتحاد الدولي، بيسعى لتطوير منظومه التحكيم
وعشان كده طبق تقنيه الفيديو التي هي على الاقل بتحقق العداله في مثل هذه الحالات. انا عندي حضرتك سؤالين يا كابتن بعد اذن حضرتك. يعني اولا يعني عايز اعرف يعني رد او احساس حضرتك، مجرد حتى الاحساس، لما كانت نهاوند بتقول ان من ضمن الاعذار اللي بتتقال في الكثير من الاحيان لعدم تفعيل خاصيه الفار او تقنيه الفار هو ان الملعب غير مؤهل لتفعيل الفار. طب ما لو الملعب غير مؤهل لتفعيل الفار المفروض بالمنطق يبقى غير مؤهل ان يتلعب عليه مباريات اصلا وبطولات، ده رقم واحد. الرقم الثاني او السؤال الثاني، حضرتك برضو تفضلت من شويه وقلت ان حكم مباراه الامس طبقا لملاحظاتك انت وتقييمك ورؤيتك الشخصيه بيفتقد الى التمركز في الاماكن المناسبه، بيفتقد الى التواجد على مسافات قريبه من الاحداث، وخصوصا لما تكون في يعني قرب مرمى من المرميين، فبطبيعه الحال لازم يكون متواجد بشكل اقرب بكثير. طب هو فاضل ايه؟ يعني كحكم بيحكم في مباراه ومباراه هامه، فاضل ايه؟ يعني ايه المهارات الثانيه اللي متبقيه عنده واللي بموجبها هو حكم هذا اللقاء؟ تمام كريم، خلينا نتكلم في النقطه الاولى حضرتك اثرتها اللي هي الملاعب لا تصلح لي. لا، الكلام ده طبعا مش مظبوط ابدا، لان من غير المعقول ابدا دوله كامله مثلا زي السودان او زي جنوب افريقيا او زي اي دوله ما فيهاش ملعب واحد يعني يتوفر فيه الشروط اللي هي او معايير القانون كره القدم اللي هي الماده واحد، استحاله ابدا. ولكن هم يفتقدوا الى المعدات اللي هي بتطبق تقنيه الفار. خلينا بس نتكلم بشكل واضح، لان المفترض الاتحاد الافريقي هو منوط بان هو يوفر اللي هي المعدات اللي هي خاصه بتقنيه الفيديو، لان بعض الانديه يعني ما عندهاش القدره على ذلك، ودي مشكله الاتحاد الافريقي. وزي ما اقول هرجع نقطه ثانيه مهمه جدا دي. لما يبقى عندك حكم ضعيف المستوى، يعني ما عندوش الشخصيه التحكيميه، مش قادر يقود مباراه بهذا المستوى، من فضلك في عدم وجود تقنيه الفار لو سمحت عين حكم يكون عنده القدره ان هو يدير هذه المباراه. هقول لحضرتك حاجه مهمه جدا في لعبه امبارح تلخص كل اللي احنا بنقوله على مستوى هذا الحكم الضعيف جدا المتردد في الاخطاء. في لعبه في نص الملعب وهي طبقا للقانون لعبه تم ارتكاب مخالفه للاعب نادي الاهلي في نص منتصف الملعب. هنا المفترض ان القانون بيقول لك ايه؟ تطبيق مبدا اتاحه الفرص. خلي بالك كريم ان اللعبه دي هو صفر وقف اللعب فيها. اللعبه ديت اتنقلت للاعب نادي الاهلي كان في موقف سليم رايح منفرد تماما بالمره. اما النهارده لما القانون بيقول لك طبق اتاحه الفرصه واعطي الفائده للفريق اللي تم ارتكاب ضده الخطأ او اعطي الافضليه ليه طالما انت شايف ان ممكن يروح يجيب جول. هذا الحكم امبارح عمل حاجه غريبه جدا اللعبه دي راح موقف فيها للاسف، ولم يشهر البطاقه الصفراء ولم يشهر البطاقه الحمراء، واجهد هجمه كان من الممكن ان تحقق هدف للنادي الاهلي. ده دليل على ان هو ليس له قراءه، ما عندوش حس تحكيمي، مستوى ضعيف جدا وانت بتحطه في مباراه ما فيش فيها تقنيه الفيديو. طب معلش كابتن ناصر، اروح مع حضرتك لنقطه هنا وغالبا يعني اعتقد ان هي مش اول مره برضو نسال فيها. طب اختيار الحكام بناء على ايه؟ ما هي دي نقطه. تاني حاجه التقييم اللاحق للمباراه ده بيتم ولا لا؟ ثالثا لما يكون في تقييم والتقييم يجي سيء لحكم ما بيحصل ايه؟ خلينا نعرف من حضرتك برضو. تمام، كلامك وسؤالك مهم جدا. انا النهارده المفروض انا كلجنه التعيينات في الاتحاد الافريقي النهارده بعين الافضل دوت من خلال ايه؟ من خلال القدره على قياده المباراه او اداره المباراه، القدره عنده لياقه بدنيه عاليه جدا، ازاي بقى عنده قراءه طرق ولعب واساليب الفريقين، ازاي بقى عنده الحس التحكيمي والموهبه التحكيميه خاصه في عدم وجود تقنيه الفار. لو تقنيه الفيديو موجوده ما عنديش مشكله، لان احيانا الاخطاء الفيديو بيراجعها وبيصلحها للحكم. انما نتكلم في تعيينات الحكام، هنا عندنا في تصنيف للحكام. يمكن انا سمعت كابتن سيد بيتكلم على هذا الحكم. خلي بالك الحكم ده كان كمان مردوده في بطوله الامم الافريقيه اللي كانت موجوده في الكاميرون، كان مردوده ضعيف جدا. من غير المعقول النهارده انك انت حضرتك بتعينه في مباراه تحدد ممكن من يصعد ومن لا يصعد، ودي مشكله كبيره جدا. زي ما قلت لحضرتك ان في عدم وجود تقنيه الفار لابد اختيار الحكام، واحنا قلنا عندك تقييم، انت ليه بتبعت مراقبين للحكام بيراقبوهم في هذه المباريات؟ اكيد بتجي لك تقارير، وبتجي لك تقارير مفصله عن كل حكم، لابد انك انت تبقى انت عارف ازاي من هو الذي يقدر على هذه المباراه الكبيره ومن لا يقدر.
دي مشكله التعيينات في الاتحاد الافريقي، التعيينات بتبقى فيها مشكله اللي بيعين. ولكن انا بقول حاجه مهمه جدا، احنا النهارده الاتحاد الدولي بيسعى لتحقيق العداله التحكيميه. انا شايف بامانه ان النادي الاهلي النهارده مش بيلعب تحت ضغوط المباريات فقط، لا والله النادي الاهلي النهارده بيلعب تحت ضغوط كمان تحكيميه تؤثر في النتائج، مش ليه هو بس، تؤثر في نتائج المنافسين. حصل بالظبط. فالنهارده انا بقول اهو، الحكم اللي ما عندوش الشخصيه التحكيميه وليس قادر ان يقود المباراه تحت اي ضغوط وليس قادر على تحقيق العداله التحكيميه، بقول له من فضلك لم اللبس بتاعك واقفل عليه واقعد في البيت اتفرج، ما تحكمش، لانك انت النهارده هتنزل تظلم بقراراتك التحكيميه الغير عادله. صحيح والله، احسن نصيحه. وبعدين يا كابتن، يعني واحنا ليه دايما عندنا مشكله في التحكيم والاخطاء التحكيميه تحديدا في افريقيا؟ ما ده شيء يسيء حتى للاتحاد الافريقي لكره القدم اللي المفروض انه يكون حريص على تغيير الصوره النمطيه اللي بقينا نشوفها بشكل يعني شبه دائم. يعني ما فيش حكم في الدنيا يخلو من الاخطاء، ولكن كواليتي الاخطاء وحجمها بتفرق كتير حكم عن حكم. فدايما في الدوريات الاوروبيه والبطولات العالميه ما بنشوفش فيها كواليتي الاخطاء التحكيميه اللي بتطلع من حكام افارقه، ده اكيد بيعطلهم وبيأخرهم حتى هم شخصيا عن المشاركه في كاس العالم، في بطولات دوليه كتيره، نظرا لان في، مش عايز اقول يعني شبهه سوء سمعه، ولكن تقييمهم لا يرتقي. ولا حضرتك شايف ايه؟ شوف يا كريم، انا برضك مش عايز اقول بتفق معاك عشان ما يقولوش ان انا كل مره بتفق معاك ومع نهوان. طب تعالى اختلف، ايه رايك؟ احنا ورناش حاجه كده هقول لك على حاجه جميله جدا. وحضرتك ليك مثل مباراه اقيمت منذ بالظبط 3 ايام، ديربي السعوديه، دوري السعوديه ما بين النصر والهلال. الحكم كان سيرجي كارسيف، حكم طبعا هو حكم من بره، كان بيدير هذا اللقاء. النتيجه كانت فوز نادي الهلال 3-0 لا شيء، ولسه المباراه طويله ولسه فيها الشوط الثاني بالكامل. وتم استدعاء الحكم في حاله بنقول عليها السلوك المشين، وهي بطاقه حمراء مباشره. الحكم سيرجي راح للفار، ما خدش بالظبط 3 ثواني ورجع اشهر البطاقه الحمراء، على الرغم ان نادي النصر كان يعني مغلوب 3-0. لا ينظر الى النتيجه، ليس له حسابات، ما عنديش مشكله هو مغلوب او كسبان، ولكن انا بنفذ القانون وبنفذ العداله التحكيميه. صحيح. فريق مغلوب 3-0، الحكم جه طرد لاعب من نادي النصر وما عندوش اي مشكله ولم يعترض احد. ليه؟ لان هو طبق القانون، راح لتقنيه الفيديو لما استدعوه وقالوا له تعالى انت كان المفروض تطرد وما طردتش، تعالى شوف الحاله بنفسك. لما راح شاف رجع طرد، ما قالش ان النصر مغلوب 3 وما قالش ان الهلال كسبان 3 وما قالش ان انا ادي فيها انذار بس وكفايه كده عشان المباراه تمشي. هذا الكلام غير مقبول ابدا في التحكيم. المقبول في التحكيم انك حكم تطبق العداله التحكيميه وتطبق القانون وتدي كل فريق حقه. لا، احنا لسه قدامنا كتير نهوان يا كريم، لابد ان احنا نشتغل على حكامنا. النهارده ما عندكش مشكله، يعني بنقول لك لما تخطئ بنيجي نقول لك خد الحل، الحل انك انت بترجع تشوف قرارك تاني وبتعيده وبتشوف الشاشه، ما عندكش مشكله. طب ايه المطلوب تاني؟ يعني ايه المطلوب تاني للحكام؟ لابد من العمل على رفع مستوى التحكيم والتطوير. صحيح. خاصه في القاره الافريقيه. كمان هقول حاجه مهمه، صحيح. الحكم تاني بقول اللي انت شايفه بيلعب تحت ضغوط او الضغوط تؤثر فيه او على عنده الحسابات، لا، حضرتك ممكن تقعده وتشوف حد تاني افضل ينجح لك المسابقه سواء هنا او هنا. والله كلام موزون. نتمنى وهنتابع مع حضرتك كابتن ناصر، هنروح من بعض فين. شكرا ليك جدا جدا على هذه المداخله، شكرا جزيلا. برضو بمناسبه الكلام بقى، طالما فتحنا الحديث حول الاخطاء التحكيميه وتدارك الاخطاء التحكيميه، برضو امبارح كابتن محمود الخطيب اجرى اتصال بالاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره، وكمان النائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه المحترفه، لمناقشه واستعراض الاخطاء التحكيميه اللي حصلت في مباريات الاسابيع اللي فاتت واثرت بشكل كبير في النتائج. وده طبعا مش بيحقق العداله بين الفرق، وطالب بتدارك ومعالجه هذه الاخطاء لتحقيق العداله، وايضا اعمالا لمبدا تكافؤ الفرص بين كافه الانديه. وطبعا ده شيء
منطقي اصلا يعني المفروض ما نبقاش اصلا بنتكلم في النوع ده من الامور الحقيقه يعني. بس في الاول وفي الاخر احنا ما بنسيبش حقنا يعني خطوه طبعا محترمه جدا وخطوه زي ما بتقال كده راقيه. انت لما تيجي عايز تطالب بحقك بتطالب بحقك بخطوات قانونيه وخطوات سليمه، ما بتقعدش تعمل تصريحات وما بتقعدش تثير يعني او حتى تظهر غضبك، احنا بنمشي بالاصول. فطبيعي جدا ان احنا نبعت زي ما كابتن محمود الخطيب كده بيجري اتصال بيبعت يعني جواب استفسار غيره، نحن نفهم الأخطاء التحكيمية دي يعني اللي حصلت. وكمان بنتكلم في الأسابيع اللي فاتت مش بس بالأمس، نهايتها إيه وهيحصل تدارك فيها إزاي والشكل هيبقى في المستقبل كمان عامل إزاي. فخطوة مهمة نحن كمان ما نسكتش عن حقنا، بس نتمنى يكون في رد ونتمنى يكون في يعني هو حتى لو كان في رد هتبقى رد يعني غريب بعد مش عارف ولو هيكون يعني الرد من عائلة أصل الملعب مش مؤهل لتفعيل تقنية الفار يبقى كلام يعني خلينا نشوف فعلا إيه اللي هيحصل الأيام اللي جاية والأسابيع اللي جاية والماتشات اللي جاية كريم. بس أنا بحب جدا يعني الخطوات اللي بياخدها النادي الأهلي طبعا ممثلة في كابتن محمود الخطيب، إن أنت يبقى عندك حاجة إحنا ما نسكتش على حقنا، إحنا دايما بنشوف، إحنا دايما بنسعى إن إحنا نوصل لحل إن لأن كده صعب. أنت عندك فعلا الموضوع مش بسيط، الأخطاء التحكيمية مش أخطاء وخلاص، الأخطاء التحكيمية بتؤثر في النتائج، بتؤثر في البطولات، بتؤثر في تاريخ كل نادي. وما بتكلمش بس عن النادي الأهلي، أنا بتكلم في العموم. ده شيء يعني بشع ان هو يحدث، مفيش كده يعني زي ما تقال مفيش عداله، وده مش اسئله العداله لازم تكون موجوده. شيء صعب بصراحه بكل ما يملكه المعنى يعني من او الكلمه من معنى. دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه معنا على التليفون. يا دكتور محمود الحقنا الجو غريب جدا يعني، طبعا صباح الخير في البدايه، بس صحينا كده نزلنا من بيوتنا لقينا تراب غريب جدا. احنا كنا متوقعين ارتفاع في درجات الحراره، قلنا ما فيش مشكله وقالوا 31 درجه والحاجات اللي زي كده، قلنا تمام، بس الجو تراب بشكل وحش جدا يعني. لسه انا وكريم كنا بنتكلم كمان الناس اللي عندها حساسيه وجيوب انفيه وغيره يمكن دي أسوأ فتره ليهم. خلينا نعرف من حضرتك، اتفضل. هو بالفعل طبعا دي أسوأ فتره لاصحاب الامراض الصدريه واصحاب الامراض التنفسيه والحساسيه وكبار السن والاطفال الصغيرين طبعا. الفتره دي فتره التقلبات الجويه وداخلين على فصل الربيع والمنخفضات الخمسينيه اللي بتنشا في الصحراء الشرقيه الليبيه والصحراء الغربيه المصريه. كل هذه المناطق بتكون فيها انخفاضات ومنخفضات جويه بتعمل على ارتفاعات في درجات الحراره ورياح جنوبيه غربيه مثيره للرمال والاقربه بالفعل. وطبعا احنا حذرنا من هذه المنخفضات في البدايه من ثاني يوم، وقلنا ان النهارده الحد هيشهد اثاره للرمال والاقربه ونشاط رياح مثيره للرمال والاقربه وارتفاعات في درجات الحراره. بالفعل منذ الساعات الاولى من اليوم وبدات تنخفض الرؤيه الافقيه وتنشط الرياح واثاره الرمال والاقربه بالفعل بتتسبب في العديد من المشاكل التنفسيه. لكن احنا بنحاول نطمن الساده المواطنين ان خلال الساعات القادمه هتبدا تدريجيا الرؤيه تتحسن والاقربه اللي موجوده في الجو هتبدا تهبط على سطح الارض نتيجه تغير الرياح تدريجيا بعد فتره الظهيره، وهتبدا تتحسن مسافات كتير. طبعا درجة الحرارة النهارده تصل بالفعل إلى 29 درجة مئوية على القاهرة، لكن زي ما قلت لحضراتكم على دخول الليل إن شاء الله الأجواء هتتحسن تماما. هل متوقع يعني المزيد من الارتفاعات في درجات الحرارة الأيام اللي جاية إن شاء الله بعيدا عن موضوع الرياح المحملة بالرمال والأتربة، ولا وارد برضو إن الدنيا ترجع يعني إيه تنخفض شوية فيها درجات الحرارة؟ وبكره طبعا هيبقى في تغير في الكتل الهوائيه وهيبقى في انخفاض في درجه الحراره 4-5 درجات عن النهارده. سوارد بقى الفتره اللي جايه دي نشهد ارتفاعات في بعض الايام وانخفاضات. ما بين الارتفاعات والانخفاضات دي بنشوف فرص سقوط امطار نتيجه تغير الكتل الهوائيه، امطار خفيفه تكون متوسطه احيانا على السواحل الشماليه نتيجه تغير الكتل الهوائيه. لكن مهم جدا نتابع الانشطه الجويه بشكل يومي عشان نحدد نوعيه الملابس. صعب ناخد قرار ان احنا نخفف الملابس ونلبس ملابس صيفيه بشكل واضح ونقول خلاص الشتاء خلص وبدا الربيع هنلبس الملابس الصيفيه، لا لسه بدري. نتابع درجات الحراره ونحدد نوعيه الملابس. مش معنى ان النهارده 29 درجه ان احنا نلبس ملابس صيفيه، لا نخفف تدريجيا. لكن مع عوده الانخفاضات في درجات الحراره بنرجع للملابس الشتويه بتاعتنا، بنلاقي فرق كبير بين العظمى والصغرى في الايام اللي جايه هيزيد عن 10 درجات مئويه. ففترات الليل الصبح بدري واحنا خارجين
الطقس ما زال من بارد الى شديد البرد. طب انا عندي سؤال اخير، امتى هيرجع يعني الفتره دي هتبقى كام يوم اللي هي فيها ارتفاع تقريبا؟ هي لا الارتفاع هو بالنسبه للمنخفض الجوي اللي موجود دلوقتي هو الارتفاع النهارده بس. النهارده بس درجه الحراره تنخفض بكره، يعود منخفض اخر يوم الثلاث الصحراء الغربيه هيعمل على رفع درجه الحراره مره اخرى ونشاط رياح برضه. فالفتره دي يعني هي فتره تقلبات، هي فتره بسطره للمواطنين مش كده برضه؟ هي فتره تقلبات دايما نهايات الشتاء وبدايات الربيع، مش عايزين نقول الربيع دخل بدري كابس علينا شويه كده، والمنخفضات الخمسينيه بدات تظهر والمنخفضات الحراريه اللي بتتكون في الصحراء الغربيه بدات تظهر بدري شويه، لكن وارد يحدث انخفاضات مره اخرى وتوزيعات الطاقه بتاعه الشتاء تعود مره اخرى، فوارد لسه انخفاضات درجه الحراره لكن مش بالشكل المبالغ فيه اللي كنا بنشوفه في شهر يناير طبعا. رائع جدا، رائع، مشكورك جدا دكتور محمود على هذه المداخله. طيب يعني هنتبستر هنتبستر سمعتي الكلام؟ هتقدر ترتفع وتنخفض وترتفع وتنخفض، السنه كلها مش شتاء وفي النص في امطار، ليه كلها مش شتاء السنه كده؟ والله العظيم ده تبقى احلى حاجه، ده حال الدنيا. لا هو فعلا خلي بالك كل الفصول لو معتدله بيمشي الحال، حتى الشتاء وحتى حر الصيف لو معتدل مقبول بيبقى مقدور عليه. انا بستغرب الناس اللي بتحب الشتاء وتحب الحر، يقولوا لي والله عندي ناس اصدقاء ليا يقول لي لا 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 احسن الصيف. طب ليه احسن الصيف؟ ده الجو بيبقى لا يطاق، بيبقى شيء مجرد تنزل من عربيتك تجيب حاجه وتتحرك من بيتك تعدي الشارع تجيب حاجه يعني بتموت، اما بالك بقى الناس بتشتغل في درجه حراره زي كده ومضطرين ان هم يشتغلوا في الشارع والشمس والرطوبه والتراب، يعني مش عارفه. يعني محب الصيف غالبا بيحبوا الصيف عشان في انطلاق اكتر وفي عشان السفر شواطئ وسفر ورحلات يعني انما بقيه السنه او بقيه الفصل احنا بنبقى يعني خلاص مش مشكله يلا حصل خير حصل خير حاسه ان انا كرهت الناس في الصيف. طيب هنطلع فاصل سريع ونرجع بعدين نكمل كلامنا، اتفضل. اهلا بكم مره ثانيه، عوده من جديد لحلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. طيب زميلتنا العزيزه منى ابراهيم موجوده حاليا في النادي الاهلي فرع الجزيره عشان تعرفنا اخر الاخبار والمستجدات المتعلقه بكل الفرق الرياضيه في النادي الاهلي. منى صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهواندو على كل مشاهدي متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الأهلي وأخبار رياضية كمان أهلوية جديدة في بداية الأسبوع، لكن في الأول خلوني أبارك طبعا لكل جمهور النادي الأهلي بفوز الفريق الأول لكرة القدم أمس أمام المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبكده يكون ارتفع رصيد النادي الأهلي أو نقاط النادي الأهلي لأربع نقاط يحتل بهم المركز الثاني بعد سان داونز اللي عنده 7 نقاط دلوقتي. مباراة بيراميدز هي المباراة أو اللقاء القادم للنادي الأهلي في الدوري، طبعا هتبقى يوم الثلاث القادم، لكن مستر بيتسو موسيماني قرر أن هو يدي اللعيبة النهاردة أجازة من التدريبات علشان يعودوا سريعا بكرة إن شاء الله للاستعداد لمباراة يوم الثلاث مع بيراميدز. طبعا مباراة مهمة، بيراميدز دلوقتي متصدر الدوري بفارق نقطة على النادي الأهلي، لكن الأهلي ليه مباراة لسه مؤجلة هيلعبها إن شاء الله بعد كده. خلونا بقى ننتقل ونروح لباقي اخبار النادي الاهلي وكل فرق رياضيه المختلفه وفريق سله رجال النادي الاهلي طبعا بقياده المدير الفني الاسباني مستر اوجاستي بوش، واللي لحد دلوقتي او الفتره دي بيعد لاعبته بيجهزهم بشكل قوي من خلال المباريات الوديه اللي بيجريها للفريق. طبعا ده كله ليه استعدادنا لربع نهائي كاس مصر امام اصحاب الجياد يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله. اخر مباراه وديه لعبها الفريق كانت انتهت لصالح النادي الاهلي مع نادي هليوبلس بنتيجه 57-83، يعني ده طبعا سكور حلو ونتيجه طبعا كويسه وقويه، خاصه انه الفريق فيه غيابات كتيره سواء للاعيبه الدوليين اللي بيشاركوا مع منتخبنا الوطني في تصفيات كاس العالم اللي بتتلعب دلوقتي اللي منهم ايهاب امين، عمرو الجندي، وعمرو زهران، او حتى للغيابات بسبب الاصابات واللي كان منها عمر طارق اللي ايضا اصيب في مباراة منتخبنا الوطني مع السنغال. كان في الأول اتقال ان هو عنده قطع في الغضروف الخارجي للركبة، ولكن بعد كده بعد الإشاعات والفحوصات الأخيرة أكدت امبارح أو اتأكدنا امبارح ان إصابته هي بس كدمة قوية في الركبة أدت إلى نزيف في المفصل وهتخليه ان هو يغيب أسبوعين من دلوقتي في طبعا فترة
فترة إعداد قوي طبعا علشان يقدر يعود مرة تانية لصفوف نادي الأهلي وكمان منتخبنا الوطني. لكن من الأخبار السارة أن من يومين رجع تاني اللاعب مروان سرحان إلى صفوف فريق النادي الأهلي بعد غياب إصابته 10 أيام بسبب كسر في إصبعين اليد. كمان النهاردة عبد الله ناصر هيعود للتدريبات الجماعية مرة تانية مع الفريق بعد إصابته في الفترة الماضية. واستكمالا لاخبار الفرق الرياضيه والعاب الصالات ورجال كره الطايره الماسترز او خلوني اقول اصحاب الارقام القياسيه اللي لعبوا لحد دلوقتي 19 مباراه في دوري هذا الموسم وما خسروش ولا شوط لحد دلوقتي، النهارده عندهم مباراه مهمه مع نادي هليوبلس الساعه 4 على صاله برج العرب بمدينه الاسكندريه. يعني خلوني افكركم ان الاهلي لحد دلوقتي في منافسات الدور النهائي من بطوله الدوري فاز في الفتره الاخيره على نادي سموحه والطيران والاتحاد، وجدول مباريات الاهلي للفتره اللي جايه بعد مباراه هليوبلس اليوم هيبقى يوم الاثنين مع بتروجيت، يوم السبت مع نادي الجيش، ويوم الاحد مع نادي الزمالك. ومن رجال الطايرة لسيدات كرة الطايرة كمان طبعا فتيات الذهب اللي حققوا يوم الجمعه الماضيه فوز على نادي سموحه بنتيجه 3 أشواط مقابل لا شيء، وجاءت نتيجة الأشواط 25-11 25-11 و25-14، وبكده يبقى نتيجة أو ارتفع رصيد فتيات الذهب إلى النقطة 57 وتصدروا بيها طبعا الدوري لحد دلوقتي، لعبوا 19 مباراة وبكرة هتبقى الجولة رقم 20 أو المباراة ال20 في هذا الموسم هتكون مع نادي سبورتنج. النهاردة الفتيات الذهب طبعا بيستعدوا أو عندهم بروفة أخيرة من خلال التدريب استعدادا لمباراة سبورتنج غدا إن شاء الله، طبعا كل التوفيق ليهم. خليني اقول لكم ان الجدير بالذكر كمان انه فريق او فتيات الذهب هم حاملين لقب يعني حاملين لقب البطوله دي الموسم الماضي. اخر حاجه عايزه اقولها لكم كمان انه رسميا امبارح الاتحاد الافريقي لكره الطايره اعلن عن مده او اقامه بطوله افريقيا لكره الطايره للانديه، واللي هتكون في الفتره ما بين 28 ابريل حتى 7 مايو القادم في دوله مدغشقر، وفي حاله اعتذار دوله مدغشقر عن اقامه البطوله او تنظيم البطوله هيبقى البديل ليها مصر. يعني دي انا هواندو يا كريم كانت كل اخبارنا من داخل المقر الرئيسي بالنادي الاهلي بالجزيره، وانا موجوده معاكم لو في اي اسئله ثانيه، العوده اليكم مره ثانيه في الاستوديو. اتفضل. مفيش غير كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزه منى ابراهيم على هذه التغطيه المميزه. ودلوقتي بقى نروح مع حضراتكم الى الصحافه الرياضيه. نروح للصحافة الرياضية في اليوم السابع تحديدا، ونورهان طمان موجودة هناك ونتابع معها أهم الأخبار المحلية والعالمية. أكيد نورهان صباح الخير. صباح عليك أنا وكريم، ومعاكي منشطات مهمة جدا بتتكلمي كمان عن الكرة الإنجليزية مش بس محليا، وكمان عايزين نتكلم ونشوف إيه اللي كتب عن طبعا فوز الأهلي، وعايزة أروح معاكي برضو للقمة الإيطالية المهمة النهاردة بين نابولي وميلان، كل ده هنتعرف عليه من خلالك. اتفضل يا نورهان. يا صباح الخير يا نهواندو، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا زي ما قلت يا نهواندو هنا من مقر جريده اليوم السابع، نطلعكم على ابرز واهم الاخبار الرياضيه الصادره صباح اليوم. واول منشط معانا من موقع جريده اليوم السابع، الاهلي يغلق صفحه المريخ السوداني ويستعد لموقعه بيراميدز بالدوري. أغلق الجهاز الفني لنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني صفحة مباراة المريخ والسوداني طبعا اللي أقيمت أمس في 9 مساء، يمكن كان طبعا على استاد الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ومن المقرر كمان أن يبدأ البلد الأحمر حسب تقرير اليوم السابع الاستعداد لمواجهة بيراميدز المقرر لها إن شاء الله يوم الثلاث المقبل في 8 مساء على استاد الأهلي والسلام أيضا في اللقاء المؤجل أيضا من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري الممتاز. كمان تقرير اليوم السابع قال انه المارد الاحمر او الشياطين الحمر بيتطلعوا لمواصله الانتصارات المحليه امام بيراميدز بعد الفوز الاخير على فاركو بالجوله الماضيه برباعيه مقابل هدف. كمان خلينا نقول انه فريق بيراميدز يعد منافس قوي كما ذكر تقرير اليوم السابع للنادي الاهلي على درع الدوري هذا الموسم. النادي الاهلي بيملك في جعبته 25 نقطه بعد ما خاض 9 مباريات وفاز في 8 مواجهات وتعادل في لقاء واحد، ولم يخسر النادي الأهلي الحمد لله محليا في ولا في أي مباراة.
وسجل لاعبو النادي الاهلي 27 هدف وتلقت شباكه 8 اهداف ويحتل المركز الثاني بفارق نقطه عن المتصدر بيراميدز. يعني يمكن تقرير سابع طبعا ذكر انه بيراميدز متصدر الدوري ب 26 نقطه بعد ما خاض 10 مباريات، فاز في 8 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر اي مباراه ايضا، وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 5 اهداف. يمكن تقرير اليوم السابع كان شافي وكافي لمباراة الأهلي إن شاء الله القادمة لأمام بيراميدز. تاني يمكن منشط معنا من موقع كورة، تصريحات لمدرب المريخ عقب طبعا الفوز أمس، فوز النادي الأهلي بالثلاث أهداف مقابل هدفين زي ما شفنا. مدرب المريخ عبر كورة ونقلت تصريحات المدرب في المؤتمر الصحفي وقال إنه لا اعتراض على مواجهة الأهلي مرة أخرى في القاهرة. يمكن طبعا لي كلارك مدرب المريخ قال انه حزين بعد الخساره امس امام الاهلي بعد ما كان بيمني نفسه بتحقيق الفوز، ووجه كلارك الشكر للشعب المصري على حسن الضيافه خلال الفتره الماضيه. زي ما احنا عارفين نادي المريخ بيخوض مبارياته على استاد الاهلي والسلام، واتم طبعا المدير الفني للمريخ تصريحاته اللي اشاد بيها بنجم النادي الاهلي محمد شريف، وقال انه هو مهاجم كبير ودرب، وقال انه هو درب اللاعبين ايضا على تحركاته، ويمكن كمان قال انه ما فيش اعتراض على مواجهة النادي الاهلي مرة اخرى في القاهرة زي ما كان بيشاع في الايام الماضية او قال اي مكان اخر. ثالث منشط معانا من موقع وجريدة الشرق الأوسط، يمكن بقى نروح للعالمي شوية زي ما قلت يا نهاوند. ليفربول يشدد الخناق على مانشستر سيتي وربعية لتشيلسي في مرمى بيرنلي. ساديو ماني امبارح منح ليفربول هدف، يعني هدف وفوز غالي جدا على ويست هام يونايتد في مباراة امس. يمكن يقترب الريدز من مانشستر سيتي متصدر الدوري، ولكن المدرب يورجن كلوب اعتبر نفسه في تصريحاته عقب المباراة محظوظ للخروج بالثلاث نقاط في مباراة امس. كمان خلينا نفكركم ان ليفربول لديه 63 نقطة من 27 مباراة خدهم في الدوري الانجليزي، بينما مانشستر سيتي اللي بيستضيف النهارده مانشستر يونايتد يمتلك 66 نقطة بعد 27 مباراة أيضا خاضهم. وكمان خلينا نقول لكم أنه تشيلسي فاز برباعية أمس على بيرنلي في يعني مباراة كانت مهمة جدا للبلوز، وعزز مركزه في جدول مسابقة الدوري وأصبح ثالث الدوري برصيد 53 نقطة، متقدم بفارق 6 نقاط على مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع. اخر خبر بقى معانا وديربي الغضب وديربي مانشستر، يعني طبعا من صحيفه الوفد، الليله مانشستر سيتي يصطدم باليونايتد في ديربي الغضب، وجوارديولا عقده كرويه لرونالدو. طبعا تقرير الوفد ذكر انه المواجهه هتكون من العيار الثقيل، ووصف الديربي بديربي الغضب. طبعا النهارده مانشستر يونايتد هيحل ضيف على مانشستر سيتي في المباراه اللي هتقام على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي ضمن منافسات الجوله 27 من بطوله الدوري الانجليزي. كمان خلينا نقول انه على مدار مشوار الثنائي كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي واجه بيب جوارديولا في مواجهات حاسمه جدا. كريستيانو رونالدو يعني فاز في 16 مباراة أو تواجهوا في 16 مباراة فاز فيهم كريستيانو، والمدرب الأسباني فاز في 8 مقابل 4 انتصارات للاعب البرتغالي، بينما حسم التعادل 4 مواجهات أخرى. يمكن رونالدو سجل 7 أهداف خلال هذه المواجهات. ومن الوفد أيضا قمة إيطالية على سباق اللقب بين نابولي وميلان، زي ما قلتي طبعا برضو يا نهاوند في ديربي من نوع خاص في الدوري الإيطالي النهاردة، هيحل إسلي ميلان الإيطالي طبعا ضيف ثقيل على نابولي في المباراة اللي تجمعهم في الساعة 10:45 على ملعب دييجو أرماندو مارادونا ضمن مباريات الجولة 28 من منافسات الدوري الإيطالي. كمان خلينا نفكركم ان ميلان بيحتل المركز الثالث برصيد 57 نقطة ويسعى لتعويض تعثره الأخير أمام أودينيزي اللي أفقدوا الصدارة بالتعادل بهدف لكل فريق، خاصة انه لا مجال لإهدار المزيد من النقاط أمام ميلان إذا ما أراد مواصلة المنافسة على اللقب. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو.
تغطية رائعة كالعادة يا نورهان، نشكرك عليها جدا أنا وكريم، شكرا جزيلا. طيب يعني الفقرة الأولى تهيألي كده انتهت بما تحمله من أخبار خاصة طبعا بالنادي الأهلي أو الرياضة المختلفة سواء عالميا أو محليا. هنروح بقى لفاصل عشان بعد كده هنرجع وهنتكلم عن يعني المباراة بالأمس، وهنتكلم عن اللي جاي، وهنتكلم برضو في الملفات اللي هي عليها علامات استفهام اللي منها أكيد الأخطاء التحكيمية، ونشوف هنوصل يعني لإيه بعد كده. كل ده مع كابتن عمرو الحديدي بس بعد الفاصل. يا اهلا بيكم مره ثانيه. الحقيقه في الفقره دي هنتكلم عن مجموعه يعني من الموضوعات المختلفه كلها بطبيعه الحال متعلقه بالنادي الاهلي، لان النادي الاهلي الفتره اللي جايه قدامه مجموعه من التحديات سواء كانت تحديات محليه او قاريه، هنتكلم عن تفاصيلها كلها مع ضيفنا اللي منورنا كابتن عمرو الحديدي النجم السابق للنادي الاهلي. صباح الفل عليك يا كابتن واهلا بيك منورنا. ربنا يخليك يا استاذ كريم. صباح الخير. صباح الخير. صباح الفل. واول مره معانا بقى في الاستوديو الجديد عتبه جديده زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل. لا حقيقي منورنا. وخليني ابدا معاك لان عندنا ملفات كتيره، بس نبدا بامبارح. يعني كان توقعات حضرتك اصلا لماتش الاهلي والمريخ ايه بامانه؟ وفي نفس الوقت هل امبارح كان ليك اي تعليقات معينه، طبعا بجانب الاخطاء التحكيميه عشان ده ملف لوحده هنتكلم فيه بالتفصيل، بس كان ليك توقعات معينه وحصلت امبارح في المباراه؟ يعني هنقول ان النادي الاهلي اللي انتهى بيه في مباراه فرقه بدا بيه في مباراه المريخ اللي هو الضغط الروح، واحرزنا هدفين. كويس تمام. كل الناس بقت عندها دلوقتي، المشاهد او مشجع النادي الاهلي عارف عنده امكانيات وعنده ثقه في لعيبه النادي الاهلي يقدر يسجل مره واثنين وثلاثه. فجاه انت وصلت للدقيقه 42 وانت مستحوذ على مجريات المباراه، دخلت المريخ في الجيم تاني من الاول وجديد بعد ما احرز هدف في الدقيقه 42 ونص، خلاص فاضل دقيقتين والحكم هيصفر. طيب انت دخلت نفسك في حزب بيرما اللي هي ايه، لازم اعزز الهدف يا اما الراجل ده هيضغط عليا. طيب الطلاسم اللي عملها فرقه المريخ انت فتحتها بعد الهدف الثاني، فتقدر تعزز وتامن الدقيقتين الباقيين وتبدا من الشوط الثاني باسلوب جديد، ويبقى عندك غيارات ومفاتيح لعب جديده تطور بيها الاداء عشان تبقى بتضغط على فرقه المريخ. فرقه المريخ متواجده في مصر بقالها 70 يوم، فحافظت ملعب السلام بالكامل. شكلهم امبارح زي ما يكون ملعبهم شغالين بقالهم فتره. في الوقت اللي مستر موسيماني بيفكر ان يعزز ويامن عمليه الربط ما بين خط الظهر ونص ملعب بحمدي فتحي، الموازين اتقلبت وابتدى يبقى حسين الشحات وطاهر على حساب تاو وعلى حساب عبد القادر. دخلنا في مجريات المباراه الشوط الثاني بفكر جديد. الاهلي استحواذه لنص الملعب قل، ابتدى الاهلي يضغط عليه. في الوقت اللي حمدي فتحي نزل فيه اللي هو الاهلي فقد تركيزه لمجموعه دقائق. ليه؟ ما احنا يعني حضرتك احكي لنا او اسرد في شرحك، بس عايزين نقف عند كذا حاجه فعلا من الوقائع اللي حصلت امبارح، عايزين نعرف ليه. انا مش هقول على لعيبه النادي الاهلي بس. يعني احنا كنا موجودين في الكيان ده وما زلنا موجودين، احنا بنقول دي طبيعه اللاعب المصري. المصري بقى اللاعب المصري دخل فينا هدف او اتنين بيجينا اريحيه معينه ان احنا امتلكنا زمام الموضوع. طب ما انت دخلت نفسك في حزب بيرما في ماتش فاركو، جبت واحد واتنين وتلاته، دخل فيك جون، عززت، تقدر تعمل ده. طب ما من الاول هم ال 90 دقيقه درجه تركيزي تشتغل من الدقيقه واحد لغايه صفاره الحكم. بالظبط. طب احنا ما بنتعلمش ده ليه طالما ده اتكرر اكتر من مره قبل كده وكلنا لمسنا وكلنا شاهدنا على ضياع بطولات في بعض الاحيان نتيجه ان اللعيبه بتاعتك اكتسبت الثقه بعد ما جابت هدفين ولا حاجه وريحت عليهم. يمكن هقول لحضرتك حاجه انا تملي بقولها، ويمكن ده مش اعتراض على مدرسه مستر موسيماني. تملي بقول له انتهى الدرس مستر موسيماني، محاضره محمود الخطيب مع حفظنا بالالقاب غيرت موازين الكوره. العامل النفسي، انت عندك احسن لعيبه في مصر. العامل النفسي ده ليه شكل تاني. نمره واحد انك السرعه انك تجيب محمد عبد المنعم من بطوله الامم وتدخله يحصل انسجام بينه وبين لعيبه النادي الاهلي، ما حسناش ده بيته، التربيه اللي هو متربيها داخل النادي الاهلي عززته ان هو يبقى موجود وما فيش بعد. عارف بقى يا استاذ كريم لما يبقى الناس كلها بتفكر هو الشناوي خرج ليه؟ وشنو ضغط ليه؟ انت في الملعب شكل وانت بتتفرج شكل تاني خالص. اكيد. وانت في الملعب الموقف محتاج ده. لا ومطلوب منك تقرر في كسر من الثانيه. ما بنلحقش يعني طبعا. الشناوي اما لقى التحرك ما بين محمد عبد المنعم وما بين رامي ربيعه وما فيش ربط ما بين الاثنين، قال اطلع اقفل على زاويه التمرير اللي اتعملت مع توني ادجو. ليه؟ عشان هيبقى عندي ثلاث حلول، هتخبط في جسمي، عندي ايدي تقدر تساعد، عندي رجلي تقدر تساعد، يبقى عنده ثلاث حلول. خدمته وراحت في حته تانية خالص، جه منها هدف. الجون الثاني النادي الاهلي بيخش فيه ثلاث اجوان في ماتشين ما تحصلش، هدفين المريخ وماتش فاركو الهدف.
لازم تمرنتي تبقى باينه. الاهلي بيتضغط من كل اللي حواليه من المباريات. انت خلصت امبارح عندك الثلاث بيراميدز، يعني النهارده تمرينه خفيفه، يوم الاثنين هتاخد محاضره شفهيه لتصحيح اخطاء ما بتلحقش تعدلها، ما بتلحقش تعدلها. هتخلص ماتش الثلاث هتريح الاربع، هتكون في جنوب افريقيا يا الخميس يا الجمعه الصبح عشان تلعب ماتش السبت. مش ده صعب؟ ده ضغوط على اللعيبه طبعا. طيب هنقول ده كله احنا متعودين على كده، هنريح نفسنا ونريح النقاد ونريح الناس اللي عايزه تهز حته من الكيان. احنا متعودين ضغوط الماتشات، احنا متعودين عليه. النادي الاهلي في الوقت ده المحاضره او الحديث اللي هيبقى من بين مستر موسيماني واللعيبه هو التهيئ النفسي والدفعه المعنويه لارتفاع الروح اللي احنا هي دي المكسب رقم واحد. الاهلي لما خلص مباراه فاركو كسبنا خمس حاجات هم اللي احنا شفناهم في ماتش المريخ. رجوع محمد شريف للتهديف مره ثانيه طبعا، ثقه النادي الاهلي في ادائه، الروح اللي كانت مش موجوده، الارقام اللي هي 4 و3 و2 لتعليه نسبه الاهداف، خمسه استحواذك على مجريات المباراه. انت امبارح اما كشرت عن انيابك عمرو في الدقيقه من الدقيقه 77 للدقيقه 81 الاهلي احرز هدف. عايز تعرف شكل النادي الاهلي ايه؟ من الرياكشن بتاع عمرو السوليه وهو بعد الهدف. مش احنا اللي بنتهز، احنا نقدر نجيب جون في اي لحظه، بس مش كل مره هتسلم. الدرس بالنسبه لنا هيبقى كده. حصلت والدرس كان جه بدري شويه بس استفدنا منه، اللي هو ماتش سان داونز. انت ضاغط وماسك مستحوذ على مجريات الملعب وكل سيطرتك على الملعب، وفي دقيقه هو جاب هدف وقفل وضغط عليك وعمل تكتل دفاعي عشان يخرج من مباراه البر الامان. مش كل مره انا هبقى فاهم الدرس، غيري برضو بيفهم وغيري برضو طبعا. بيعرف يشرح طبعا. وغيري برضو بيعرف يحلل، بيعرف يحلل اداء لاعيبه النادي الاهلي. كويس. امبارح تاني كل الناس بتضغط على النادي الاهلي، هو ظهر علي معلول، انتوا نقاد ولاعيبه وخبره وكل حاجه طبعا. احنا متعودين على كده. لعيبه النادي الاهلي فجاه بتخرس كل الالسنه دي ان هي تكسب الثلاثة بونت. انا خدت اللي انا عايزه المباراه، كسبت 3 بونت، صحح اخطائي عشان ما تتكررش بالزبط. في المباراه اللي جايه عندنا سان داونز فعلا. هنسال هنتكلم بالتفصيل معاك كابتن عمرو لازم، لان سان داونز كمان احنا عايزين نعرف هل الاخطاء اللي حدثت في لقاء القاهره هيتم بقى تداركها من قبل موسيماني، وازاي برضو علشان نقدر ان احنا نعدي، لان المباراه زي ما حضرتك قلت. بس تسمح لي بعد الفاصل، فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل مع كابتن عمرو. كنا بنتكلم في الفاصل انا وكريم كابتن عمرو يعني على المشهد في المباراة المرتقبة بين الاهلي وسان داونز، وازاي هيكون الشكل العام وايه الاخطاء اللي موسيماني ممكن ان هو يتداركها، وازاي اللي هيلعبك الخصم. وكابتن عمرو كان بيشرح لنا سريعا ايه الوجهة او ايه الشكل اللي هيلعب بيه سان داونز، وكمان ايه الشكل اللي هيلعب بيه نادي الاهلي. كابتن عمرو خلينا نروح للتفصيل اكتر. حضرتك كنت بتقول لنا ان سان داونز اكيد في الاول في الاخر هو عايز يحافظ على اللي هو وصل له من مستوى، فبالتالي ده مش هيأثر على الملعب ان هو داخل جيم مفتوح. خلينا نفهم اكتر من حضرتك. بصي حضرتك، هو النادي الاهلي اما هيخش على سان داونز الاهلي عايز حاجه من الماتش ده، مكسب، ابقى متساوي معاه في النقاط في اول المجموعه، دخل وقلب موازين، ما تضمنيش المباريات التانيه بتمشي ازاي. صحيح. سان داونز هيقول لك انا هلعب النادي الاهلي، فالمدير الفني بتاعهم في المحاضره هيقول انا عندي بونت ما فقدوش، ما كسبتش ما خسرش. ايوه طبيعي. انا بلعب في ملعبي طبيعي. انا ما كنتش مصدق ان انا كسبت النادي الاهلي في مصر. صح. انا خدت 3 بونت، انا راجع، انا اول انا خدت البطوله. انا خدت البطوله من وجهه نظره، انا خدت البطوله دي عززتني ان انا ابقى اول مجموعه. اتنين، الضغوط النادي الاهلي بيلعب فيها ان انا بطلب حاجتين، اكسب وابقى اول المجموعه عشان اصالح جماهير النادي الاهلي. ايوه دي مهمه قوي. صح. اللعيبه عارفه كويس قوي، بس هي في نقطه مهمه جدا لازم الناس تعرف، ان في وجود السوليه وفي وجود الو ديانج وفي وجود حمدي فتحي، الراجل ده حمدي فتحي ميزان ب 800 متر عالي قوي، بيعرف يربط ما بين خطوط النادي الاهلي كلها، ما بين نص الملعب وخط الظهر، ما بين نص الملعب والفيرود، ما بين الاطراف بتاعت النادي الاهلي. احنا من الدقيقه 76 77 بالظبط لغايه الدقيقه 93 الشوط الثاني ما حسيناش ان المريخ راح على النادي الاهلي خالص. عكس مجريات المباراه من الشوط الاول وجزء من الشوط الثاني، هما موجودين، توني ادجو و سماوي الصاوي موجودين في جوه حضن مدافعين النادي الاهلي. اخطاء النادي الاهلي
اللي هي مش اخطاء، هي تركيز بس والتزام بس متكرره. يعني اللي زعل انها متكرره كابتن. بص حضرتك، في لعيبه بتبقى في الملعب وهو ماتش شغال انا بتفرج وسرحان. معقوله؟ اه طبعا. طب هو مش عدم تركيز لعيبه النادي الاهلي معناها ان ده خطا منهم؟ هقول لحضرتك حاجه يا استاذ كريم، مش عيب ان انا اكون اسم كبير ونجم وحد يوجهني. طبعا اصل التوجيه اللي انت هتوجهوني مش عايز اقولها بلغه الكوره بقى، انا مش بترسم عليك او بقول بقلل من قدراتك. توجيه بناء. انا بقول ان انا اما بلتزم، الالتزام بالنسبه لي احنا اتعلمنا ان اما يبقى في فيرود انا مكلف برقبته، العب عليه مان جوه الصندوق، بره الصندوق بسيب اريحيه انه يتحرك ومراقب عيني عليه. بس جوه الصندوق منطقه محرمه للفيرود وممنوع الدخول عندي. يبقى انا من الاول انا يعني مش بقول لرامي ولا محمد عبد المنعم ولا ياسر ولا متولى لما يرجع، اما الكوره هتيجي فيك مش هتعورك، وانت بتضغط ما تديش ظهرك مش هتعورك، ولو عورتك انت بتحافظ على حاجه معينه انت بتحبها ساعتها عشان تكون موجود جواها وتكون موجود في المكان ده. المكان ده ما بيتواجدش فيه غير نجومه بس اللي هو النادي طبعا. الاهلي طبعا. انت المفروض في حاجه بيقولوا ايه، انا بيتشرح لي في المحاضره او في محل الاداء في اخطاء معينه استاذ كريم بيدونها وبيجي يكلمني فيها. لا، في حاجه في الملعب اسمها لغه الحوار بيني وبين الزميل. مثلا جنب ابو الدهب جمونا واحنا بنلعب كانت لغه كلام، بعد شويه بقت لغه اليه بالنظر. خلاص كنت لسه هقول لحضرتك بالعين، احنا بنبقى قاعدين بنتفرج يعني انت بتبقى في الاستاد والصوت كتير والجماهير بتشجع، ومجرد نبره الصوت كانت من مشير ابو الدهب كمونا جمال السيد كان بينكم رابط خلاص مختلف. انا عارف بالزبط. نريح نفسنا اما كانوا الاثنين مساكين بيتكلموا، ها يا مشير نعمل ايه، من تو من في كل حته، خلاص يبقى انا ماليش دعوه بقى، تقول لي ما تقوليش، انا واخد الراجل ده وبس، انا واخد الراجل ده وبس، هاخده في كل حته، خرج بره اخرج معاه. الكره تطورت وبقت بنقول ايه، سلم واستلم من المكان بس. طب. سلم واستلم من المكان وفي حركه سريعه في الملعب هيبقى فيها ضرر بالنسبه لي وتمثيل خطوره عليا. طب تعالى بقى نروح محليا، نرجع محليا مره ثانيه، لان احنا عندنا ان شاء الله يوم الثلاثاء الجاي ماتش مهم قدام بيراميدز، وبطبيعه الحال هيكون اللقاء قوي لان الهدف يعني مهم للطرفين. بيراميدز فرق عننا بونت واحد تقريبا، وهم يمكن لاعبين مباراه زياده عننا لو انا مش غلطان يعني، بس اكيد هيكون لقاء قوي. شايف ممكن تمشي الحكايه ازاي في الماتش ده؟ بص يا استاذ كريم، الميديا والتلفزيون القنوات المسموعه والمرئيه والمشاهدين بيضخموا الموضوع. ده في منشات عايز اقول لحضرتك كابتن عمرو، كان قال لك معركه الاهلي وبيراميدز، معركه او موقعه حاجه كده، فاللي هو مش الدرجات دي يعني. في اقول لك على حاجه، لو سمعت الحوار اللي نزل على مستوى مصر في مباراه المريخ، الاهلي هيلاعب باريس سان جيرمان بكام النجوم. طب ليه؟ هو انت بتخوفني انا؟ اذا كان انا بابا افريقيا معلق ميداليات كاس العالم للانديه وبقى عندي مناخ من البطولات وعندي يعني هقول ايه، عندي معرض كبير من البطولات دي، متحف، ده احنا بنبني والله دلوقتي مباني عشان نحط الجوائز. طيب. احنا دلوقتي هنريح دماغنا في ايه؟ انا هدي احترامي الشديد لوجودي مع الخصم اللي هو مؤقت موجود اول المجموعه وهحترمه وانفذ فكري انا كمدير فني ولاعيبه في الاداء. احنا هنتكلم بقى في الحته اللي هي بيقولوا فلفل وشطه عشان الموضوع ياخد او المباراه تاخد شكل تاني. اصل رمضان راح بيراميدز، اصل احمد فتحي راح بيراميدز، اصل عبد الله السعيد راح بيراميدز، انا ماليش دعوه. انا هاخد بقسم الملف بطريقتين. الملف الاولاني هو الملف اللي بيحبه جماهير النادي الاهلي، هو الدوري العام. هلعب باسلوبي وبفكري، مش هقلل من قيمه الخصم، وهي بروفه لمباراه السبت اللي هو الانسجام ما بين اللعيبه، مش تمرينه على فرقه من مصر، لا فرقه محترمه، فرقه هحترمها اكتر شويه وهنفذ شغلي عشان اخرج من مباراه البر الامان بروفا لمباراه سان داونز بالاسلوب اللي انا هلعب بيه. بقت مصر كلها دلوقتي نقاد بتقول لك هو موسيماني بيلعب 4-3-3، الفكره كلها مش في طريقه اللعب، في 2 أو 3 لعيبه موجودين في الملعب بالربط مع مستر موسيماني ومحلل الاداء، اقدر اغير شكل طريقه اللعب من لعيب، ممكن يبقى السوليه، ممكن يبقى حمدي فتحي، ممكن يبقى الشناوي هو اللي بيوجه. بره شغل صبوره، جوه شغل لعيبه، في ناس بتدير من خلال المباراه من الخطوط على صبوره تحريك لاعبين، وفي ناس بتدير جوه كفكر بني ادمين بشتغل، انت اللي بيني وبينك
فكري تطوري ابداعي. هو انا هقول لحضرتك تخش ازاي تروح تجيب جون؟ انت حاطط نفسك في الموقف ده بتقدر تعمل ايه؟ مباراه بيراميدز مش هنعيد بقى كرت قبل كده ونستنى النقاط ونستنفذ صحيح. نقطه في اثنين وثلاثه، لا خلاص من الاول انا بضغط وما بكشر عن انيابي بدوس على اي حد. صح هو ده الاول بس صح. هي دي الكلمه دي ما تزعلش، لا. مش بدوس بقلل من قيمتهم، لا لعيبه النادي الاهلي عندنا حب لبعض، مفيش حد يقول كلمة عكس في الملعب عكس. يعني مش في الملعب انا لو بتعصب عليك للصالح العام ليك قبل ما يكون ليا، لصالح الكيان بالكامل، لحصد بطولات التاريخ هيقول اسمك في يوم من الايام صحيح. انك كنت متواجد في المكان ده وحققت ده صحيح. فانت مطلوب منك حاجه واحده، فكر في ده وسيبك من كل مؤثرات الصوت الخارجي. بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. وزي ما ابتدينا الكلام يعني احنا عايزين دايما النادي الاهلي ان هو يرجع بالمستوى او يظل في المستوى ويحافظ على المستوى اللي الجماهير تستحقه منه حقيقي، وهي دايما داعمه ودايما في ظهره. نورتنا يا كابتن عمرو والله بجد، صحيناك بدري. انا معلش انا نمتش بس معلش انا اسف انا اتاخرت، انا اللي اتاخرت. نورتنا وسعتنا كالعاده، بنشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا. وهنطلع فاصل سريع يا حضرات، وان شاء الله بمجرد العوده من هذا الفاصل نهاوند هتفتح بقى ملف مهم جدا مع دكتوره دينا ابو السعود. ارجوكم تابعوا الفقره دي هتكون مهمه. مرحبا بحضراتكم، والفقره الاخيره ودكتور دينا ابو السعود اللي منورانا، وكل مره بيبقى بملف بصراحه يعني اهم من اللي قبليه. النهارده هنتكلم عن ملف صحه المراه، صحه المراه بشكل عام، صحه المراه عشان نتكلم عن البشره، الصحه البدنيه، الصحه النفسيه، الشعر، الحاجات كلها اللي بتهم المراه، ونتكلم بقى بالتفصيل اكتر. بس خلينا نرحب بدكتور دينا ابو السعود اللي منورانا النهارده في 10 الصبح في الاهلي. بونجور. بونجور يا جميله. صباح الجمال والامل وكل حاجه حلوه ان شاء الله. حبيبه قلبي تسلمي. صحه المراه ده ملف كبير قوي طبعا، وبيندرج تحتيه نقاط كتير، على قد ما نقدر نحاول ان احنا ناخد ملف ملف فيهم ونتكلم بشكل مفصل ونعرف الحلول في الاخر هتبقى ازاي. نبدا كده بالصحه العامه للمراه، المفروض ايه اللي المراه تعمله؟ المفروض الست تعمل ايه علشان تحافظ اصلا على صحتها؟ طبعا مهم قوي كل ست بتتفرج معانا دلوقتي تهتم بصحتها، لان صحتها مهمه لينا كلنا. الست هي نص المجتمع، وهي اللي بتربي اجيال واللي بتولد من النص الثاني بالظبط، فلازم تهتم بصحتها. مهم قوي عشان تهتم بصحتها ثلاث حاجات تركز فيهم. هرجع اقول لك الاسترس. الاسترس مشاكل امراض كتيره جدا لانه بيترتب عليها حاجات كتير للاسف. الاسترس كورتيزول يعلى من الغده الكظريه، بيعمل لي مشاكل في الغدد الصماء وات ايفر، المبايض او البنكرياس، فبتبقى عرضه لمرض السكر او الضغط والحاجات دي. فلازم تركز في الاسترس، عشان الاسترس اول ما نحاول نقلل شويه من الضغط العصبي هرموناتها تتظبط، لان الكورتيزول هو المسؤول على كل هرموناتها. فلازم تظبط الهرمونات مع الاسترس، ولازم ولابد تظبط كميه الفيتامينات والمعادن اللي بتستهلكها يوميا او اللي بتاخدها يوميا. كل ست بتتفرج علينا، الفيتامينز لا تنتج في الجسم ما عدا فيتامين د اللي بناخده من الشمس، لكن بقيه الفيتامينات لا تنتج من الجسم. فلازم ناخد السبلمنت عشان او الاكل الغذائي، الاكل الصحي او المكملات الغذائيه عشان ندعم صحتها. هندعم صحتها في ايه؟ لو هتكلم اكيد على البشره والشعر من اهم الحاجات، لان نقص الفيتامينات والمعادن هيديها شحوب في البشره، هيديها تجاعيد، تشقق حوالين البق، عدم نضارة، وش مصفر، هالات سودة، كل الحاجات دي من أعراضها نقص الفيتامينات والمعادن. شعرها هيقصف، ممكن يقع، لو أنا ما عنديش مرض معين أكيد فممكن يحصل تساقط شعر نتيجة نقص البيوتين. الكدمات لما بتصحى من النوم بتلاقي كدمات، دي بتبقى سببها إيه؟ فيتامين سي من أحد الأسباب، يعني أنه بيبقى عندها نقص رهيب في فيتامين سي. عدم التئام الجروح. طب ايه اسباب تاني الكدمات؟ لان ده موضوع على فكره كومن بين سيدات كتير جدا باعمار مختلفه. الكدمات اللي الواحد بيصحى فجاه يلاقي فيه كدمات في اجزاء من جسمه بتقعد كام يوم بعدين تختفي، ايه تاني اسبابها؟ اسبابها حاجات تانية بقى، دي بتبقى تحت استشاره الطبيب اكيد. مشاكل تانية خالص انا مش هتكلم عنها، فاهم قصدي؟ لكن طبعاً. هي لازم، بس ده راجع ان في مشكله عند هذه السيده وفي نقص في فيتامينز معينه. انا على طول بقول لو ما عندكيش مرض وعندك ده يبقى، لان لازم نفرق بين الدواء والعامل النفسي الاساسي برضو اللي بيأثر بشكل كبير. من العوامل النفسيه برضو دي الصحه النفسيه مهمه جدا.
لان قلت الضغط العصبي اساس امراض كتيره جدا. أيوة. فده مهم. عندك كمان ايه كمان؟ تنميل الاطراف، تنميل الصوابع، تنميل الايد، الوخز اللي تحس ان في دبابيس كده، برضو من احد الاعراض نقص الفيتامينات والمعادن بالاخص فيتامين بي. عندك عدم التركيز، مش بتكلم على امراض، انا ما بتكلمش على الزهايمر لان الفيتامينز ماليش علاقه بالامراض، الادويه هي اللي بتعالج، لكن ممكن من احد الاسباب عدم التركيز نقص فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه. النشاط، الخمول، المناعه، يعني برضو تحسي ايه ست بيجي لها العدوى كذا مره. لا ده انت كده عندك مشكله في المناعه. طبعا انا شايفه على الشاشه دلوقتي نقص الفيتامينات والمعادن، جفاف البشره والعيون، تكسر الاظافر، تنميل اليدين والرجلين، ده فيتامين بي. فيتامين سي، نزيف اللثه، لما بنصحى من النوم نغسل سناننا برضو بتلاقي الدم، ده نتيجه نقص فيتامين سي. تقصف الشعر. فيتامين د طبعا مهم جدا. فيتامين د من اهم الفيتامينز، اكيد بناخده من الشمس او بناخده عن طريق المكملات الغذائيه لو عندي ناقص. فيتامين اي مهم قوي لانه بيحسن الخصوبه، مش بيعالج الخصوبه، هو بيحسن. وضعف المناعه وجفاف الجلد، دي اعراض نقص الفيتامينات مع الحاجات اللي قلتها تانيه كمان يا نهاوي. طيب لو هنتكلم برضو بما ان احنا في ملف صحه المراه، في بعض السيدات البيريد عندهم او الدوره مش بتبقى منتظمه، يعني ممكن تجي لها مرتين في الشهر، مره في الشهر، دي مشكله راجعه برضو، وهل الب مالتي فيت ممكن يساعد في ده لو ما عندهاش حاجه عضويه؟ بالظبط، لو ما عندهاش حاجه مرضيه، يعني انت عندك مشاكل الغده الدرقيه بتحتاج طبعا استشاره طبيب، وقتها على طول بقول اي اضطراب في الدوره لازم استشاره طبيب. اقدر ادعم الموضوع ده بقلب مالتي فيت، لان قلب يعني ادعم الدم. انت عارفه وقت الدوره السيدات بتفقد دم كتير جدا، سواء بتفقد دم، يعني في ناس بتفقد، ستات بتفقد دم قليل، او ناس او ستات بتفقد دم كتير، لازم نعوض الدم اللي فقد ده باهم فيتامين، فيتامين بي 12 اللي هو الكوبالامين، ده اهم فيتامين، عشان الفيتامين بي 12 هو المسؤول عن تكوين كرات الدم الحمراء وعوض الدم اللي اتهدر مني. الب مالتي فيت هيبقى كويس جدا 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 ليهم. العبوه زي ما احنا شايفين الساده المشاهدين، ما عنديش غير الب مالتي فيت، هو ده الشكل بس، ما فيش اشكال تانية ليه، اللون الاخضر في الابيض في الاورنج، سكرين شوت لشكل ايوه صح والله، اعمله زي ما دكتور دينا بتقول سكرين شوت، عشان لما تروح الصيدليه لو لون متغير ممكن على فكره بيقلده دلوقتي كان هو كوبي بيست، فلا خدوا سكرين شوت وتاكدوا بنفسكم ان فعلا هو ده الدواء اللي احنا بنتكلم عليه، سوري المكمل الغذائي اللي احنا بنتكلم عليه. بالظبط. طبعا الب مالتي فيت سعره كويس برضو، ولازم اقول له مرخص من هيئه سلامة. طبعا معلومات مهمه وناكد عليها. طبعا مهمه قوي قوي يا نهاوند. طبعا طيب. انا انت عارفه هو هي دي الفيتامينات، يمكن على الشاشه عشان الناس يمكن تقول ايه ده، ده الفيتامينات والمعادن الموجودين داخل الف مالتي فيت. عندي الزنك، فيتامين ه، فيتامين سي، فيتامين ب 3، ب 6، ب 5، نحاس، كالسيوم، فيتامين بي 6، بايوتين، فيتامين بي 2، وفيتامين بي 12، واللي تحت الفوليك اسيد، مهمين جدا 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 كل الفيتامينات. الكالسيوم مهم قوي للستات على فكره. الكالسيوم مهم جدا جدا لتكوين العظام. البيوتين مهم جدا للشعر. مهم جدا. الكالسيوم مهم للضوافر. ايوه نخش بقى على الحاجات اللي ايه بتهم برضو فئه كبيره من السيدات. يمكن ستات كتير بتشتكي ضوافرها ما بتطولش. معلش ممكن قبل ما نخش على التفاصيل عندي سؤال، هو هل الموضوع ليه علاقه بالبلد؟ يعني مثلا هل احنا كمجتمع مش عارفه يعني في أفريقيا مثلا، أو إحنا مش عارفة هل، أو في مثلا هنتكلم عن الناس في الشرق الأوسط عندهم عوامل ربما بتساعد على تساقط الشعر أكتر والأظافر؟ أصل إحنا لما بنسافر بره بنحس مثلا ممكن في أوروبا مثلا أو في نروح قارة تانية تحسي شعرك لا أفضل، معرفش بشرتك أفضل، هل الموضوع ليه علاقة بالبيئة اللي بنعيش فيها؟ هو الموضوع ليه علاقة بالحالة النفسية، لما بنسافر بتبقى الحالة النفسية أحسن والتمثيل الغذائي أحسن والنشاط أحسن. مش البيئة يعني لو البيئة فيها تلوث أكيد بيحصل أكسدة. أوكي. يعني للخلايا، وأنا على طول بقول نخلي بالنا من قصة الأكسديشن، نخلي بالنا. طيب هنعمل إيه عشان نمنع الأكسدة ونمنع ظهور الخلايا الحرة اللي ملهاش مستقبلات وتخش تتلف عندي الخلايا؟ إن أنا أستخدم ألب مالتي فيت لأنه فيه داعم للأكسدة،
عندي فيتامين اي وعندي فيتامين سي، الاثنين دول انتي اوكسيدنتس كويسين جدا جدا وبيعملوا على عدم اكسده. ومهم للست ده، يمكن كمان سيدات كتير الاكل اللي مش صحي، واحنا كستات في مصر بنموت في الاكل المسبك، بنحب الحاجات دي. أيوة. فالسكريات الافراط فيها كتير جدا، مش بقول ان احنا خلاص نمنع مره واحده. صحيح. لكن ناخد بالمعدل البسيط عشان ما يحصلش مقاومه للانسولين. يعني وانس ان حصل مقاومه للانسولين انت كده السكر عالي في الدم، احنا مش عايزين السكر يعلى في الدم. الانسولين هو اللي بياخد السكر يروح يخبط على الخليه، خد السكر حوله لطاقه. لو قعدت استهلكت سكر في اليوم كتير جدا هيحصل مقاومه للانسولين، ان الخليه هيجي الانسولين يخبط مش هيفتح، الخليه مش هتفتح له، تقول انا عندي سكر كتير ده انا بدات اقلبه دهون لما ابقى اخلص. فبيحصل ان خلاص مهما الانسولين عالي السكر عالي. فدي مشكله. فبقول لكل ست حدي شويه من كميه السكريات اللي بتاخديها في اليوم. اوكي. مهم انها تاكل خضار، مهم انها تاكل السلمون او السمك اللي فيه الاوميجا، كل الحاجات دي مهمه ليها جدا جدا جدا. وهنرجع نقول برضو الشق او العامل النفسي اساسي لا غنى عنه، يعني برضو الواحد لازم نفسيا يبقى مرتاح عشان يقدر ان هو يستمر. فللاسف الشديد برضو السيدات ممكن تكون بتعاني اضعاف من الضغط والتوتر عن الرجال. حضرتك برضو تصلحي المعلومه دي، بس لان هي عندها مهام في المنزل وعندها مهام في العمل. صح. ومسؤوليات وغيره وغيره، فده في حد ذاته بيأثر بشكل كبير على كافة المستويات. فالعامل النفسي أهم شيء برضو الواحد يركز فيه. قلتي كلمة صح، إن الستات أكتر بكتير من الرجال بكتير الضغط العصبي. إحنا كستات عاطفيين، العاطفة هي اللي بتقودنا أكتر. دي حاجة مهمة إن السيدة تحاول إن هي الحاجات النيجاتيف تبعد عنها. أي حاجة بتضايقني أحاول ما أعملهاش. ده مهم، لأن على طول بقول ستريس كورتيزول هرمونات تبوظ. عندي مشاكل كتيره جدا نتيجه الاسترس، الضغط ساعات بتسمعي ايه، انا الست مثلا تقول لي انا جالي سكر عصبي. هي ما عندهاش سكر، بس السكر عالي نتيجه الاسترس. الكورتيزول اول ما بيعلى بيبوظ لي الدنيا كلها، الاندوكراين سيستم، الغدد الصماء، البنكرياس، الغدد الدرقيه، المبايض، كل الحاجات دي عندي بتبوظ. هرمونات الاستروجين، هرمونات الانوثه عندها بتتلخبط، بتبتدي تدخل. ما انت لو كورتيزول عالي هيسحب لي الملح، هيسحب لي الصوديوم، فتبتدي تتخن، تبتدي يحصل لها خمول. فنحاول بقدر الامكان، ونقدر نستخدم قلب مالتي فيد لانه داعم للصحه النفسيه بشيء ما، لان انت عندك مهم قوي للاعصاب ومهم لصحه الدماغ. فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه، فيتامين بي كومبلكس موجود داخل قلب مالتي فيد، فيتامين بي 1 2 3 5 6 و7 و9 و12. صعب جدا ان احنا نلاقي مكمل غذائي موجود يعني موجود في السوق المصري في كل الفيتامينات دي في عبوه واحده. صعب. أوكي. صعب جدا طبعا. عشان كده بقول ملناش بديل. مهم زي ما انا قلت للستات الكالسيوم، النحاس مهم جدا جدا. النحاس مهم لاي خلايا عندي بتتجدد. حمض الفوليك الستات الحوامل يمكن بياخدوا الدكتور بيكتب لها فوليك اسيد من قبل ما يعني وهي لسه بتخطط للحمل من قبليها. الفوليك اسيد مهم جدا لدعم الجهاز العصبي للجنين ولتكوين الجهاز العصبي وعدم تشوه الجنين. طبعا الكوبالامين فيتامين بي 12 مهم جدا لتصنيع كرات الدم الحمراء، عشان كده حتى بعد انقطاع الدوره بتمشي على فيتامين بي، بتمشي على كالسيوم، لان اولا الاستروجين بيقل والكالسيوم بيحصل لها شويه ضعف في العظم. فمهم تمشي على كالسيوم ومهم تمشي على فيتامين بي 12 عشان يساعد على تكوين كرات الدم الحمراء اكتر. طيب نروح لاسئله المشاهدين برضو لان مهم التفاعل. منى سمير بتقول انا مؤخرا بسبب الشغل بقى اكلي كله من بره وما باكلش اي خضار او فاكهه للاسف، وطبعا عندي مشاكل كتير زي الامساك المستمر، بشرتي بهتانه، شعري بيقع. انا عارفه ان ده بسبب قله الاكل الصحي، بس عايزه اعرف هل لو خدت قلب مالتي فيت ممكن يوفر لي الفيتامينز اللي محتاجاها ولا برضو لازم الاكل الصحي معاها؟ طبعا قلب مالتي فيت هيوفر لها جدا الفيتامينات اللي هي محتاجاها. مهم قوي لشعرها بيوتين وزنك ونحاس وفيتامين سي، الاربع فيتامينز دول مهمين جدا لصحه الشعر، موجودين داخل قلب مالتي فيت. طبعا هيدعم لها المناعه، هيدعم لها الصحه النفسيه،
لكن انا اكيد كل مره بقول لازم نحاول ان احنا ناكل اكل صحي، لان انا بقول ان الب مالتي فيت احنا بنمشي بيه لايف ستايل، تركيزاته مش عاليه ان انا اخده ككورس شهر او شهرين واوقفه. التركيزات الكالسيوم 70 مستمره ممكن جدا، مفيش اي اضرار لا تتعارض مع اي دواء، ده كلام حضرتك. لان احنا معدل الكالسيوم اللي بنحتاجه في اليوم حوالي 1000 جرام، يمكن الست الحامل بتحتاج 1200، الافتر مونوبوز بتحتاج 1200، لكن هو الطبيعي ان احنا محتاجين 1000 ملي جرام. انا عندي 70 ملي جرام، فانا التركيزات كويسة جدا. عندي فيتامين سي 500 ملي جرام، الجسم محتاج 1 جرام، فبحاول ان انا اعمل المعادلة دي، ان احنا ما ينفعش اطلع اقول لا ناكل كل اللي احنا عايزينه ونستخدم الب مالتي. أيوة. لا يعني هو زي ما بيتقال كده احسن الضررين. يعني لو طالما انت حياتك كلها ماشيه غلط يبقى انت طبعا تاخد مكمل غذائي، بس لازم ان هي تحاول مره واحده واحده تسيطر على فكره البنت دي هتلاقي وشها برضو مفهوش. ما هي بتقول فعلا بتقول وشها باهت، هتلاقي وشها مفهوش باهت جدا، هتلاقي عندها الهالات السوداء، عندها لو بنت صغيره هتلاقي بدايه تجاعيد. طبعا، لان كل الحاجات دي بتبقى نتيجه نقص الفيتامينات والمعادن. عندك فيتامين سي وايه مهم جدا للتجاعيد، لانه انتي اوكسيدنت، وفيتامين سي مهم لدعم الكولاجين. كويس، فهي الاجابه طبعا محايفيد جدا، ولكن مفيش حاجه سحر، انت لازم برضو تكوني حياتك عايشاها بطريقه سليمه. يعني بالزبط. مش طبيعي ان ايه ان احنا ما نعملش اي حاجه خالص بعدين فين الدواء السحري او المكمل الغذائي السحري. محتاجين نتعب شويه. ايوه بالظبط. نروح لاستاذ مراد حنا بيقول صباح الفل على حضراتكم، ايه الفيتامينات اللي جسمي محتاجها كراجل، وهل ممكن نقص الفيتامينات تؤثر على الخصوبه او العلاقه الزوجيه؟ وشكرا. طبعا على فكره رجال كتير محتاجه الفيتامينز، مش بس الستات، ده كل الرجال محتاجين الفيتامينز. من اهم الفيتامينز اللي الرجال محتاجاها فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه، فيتامين سي للمناعه مهم جدا، فيتامين اي كانتي اوكسيدنت، يمكن لتحسين الخصوبه انا عندي ثلاث حاجات داخل الب مالتي فيت. فيتامين اي مهم جدا لتحسين الخصوبه. عندي الزنك من اهم الفيتامينات اللي بتعلي لي الكواليتي بتاعت الحيوانات المنويه والحركه، وعندي النحاس مهم جدا جدا لدعم الخصوبه. فالب مالتي فيت هيبقى هايل معاهم. اهم حاجه ان انا باخد من الب مالتي فيت كبسوله واحده بس في اليوم، ايا كان سني او ايا كان عمري، سواء ست او راجل، هو كبسوله واحده بيمدك بالفيتامين اي وفيتامين سي وفيتامين ه. الكالسيوم مهم لعظمهم. ممكن يكون الراجل ما بيحصلوش مشاكل في العظم قد الستات. هو احنا كده على طول في كل حاجه، هو كل حاجه جايه علينا كده، مظلومين. لا حتى في دي بجد، حتى في العظم كمان، في العظم. طبعا الستات هي اللي بيجي لها مشاكل في سن اقل شويه من الراجل. الراجل بيبتدي يشتكي من عظمه بعد ال 55، الست او بعد ال 60. انا الست من 25. حلو كده. ايوه، بس مهمه برضو عشان دعم العظم نعرف ان احنا نقعد صح. يعني ما فيش بنات في سن المراهقه واولاد طول الوقت قاعدين مقتبين ويجوا يشتكوا من العظم لما يكبروا. القعده الصح، الالبان والزبادي، الحاجات دي كلها مهمه لدعم العظم مع الب مالتي فيت اكيد. طيب لو يعني هروح معاكي بقى، لان فاضل تقريبا دقيقه ونص حاجه زي كده، ونصيحه عامه للسيدات اللي بتتابعنا دلوقتي، ازاي ممكن زي ما بتقول بريسكريبشن او روشتة دكتور دينا تقولها لهم علشان نوصل للنهايه ان يعني جسد سليم وصحه نفسيه سليمه. صحة نفسية سليمة وجسد سليم، ان انا بقول لكل ست بتتفرج علينا نحاول ان احنا نعالج موضوع او مش نعالج، نحاول ان احنا نقلل التوتر النفسي. حاجة مضايقانا افتكري بحاجة بوزيتيف، سافري، روحي، تعالي. النشاط مهم جدا جدا، اتحركي حتى لو انت ما بتشتغليش او حضرتك مش بتشتغلي، اتحركي في البيت ما تقعديش. تاكل اكل صحي مهم قوي، تنام كويس. صحيح، في امهات كتير بيعانوا من المشكله دي. المفروض انها تنام 8 ساعات على الاقل بالليل، ما نقلبش يومنا لان ده بيضعف المناعه جدا. نشرب ميه كويس 2 لتر في اليوم، ما فيش حاجه اسمها بنسى اشرب ميه، بتنسي حطي الازازه جنبك، لان الميه اساس كل حاجه حيه وتعزيز للدوره الدمويه. واكيد بنصح لكل ست تستخدم الب مالتي فيت، هتتبسط من النتيجه جدا جدا. وبطمن كل ست بتتفرج علينا انه مرخص من هيئه سلامه الغذاء، ما تقلقش ابدا. والحلو اللي فيه ان انا اقدر اشتريه من الصيدليه، لان معروف اي صيدليه ايا كانت ما فيش حاجه، ما فيش دواء، ما فيش
مكمل غذائي متحط في الصيدليه من غير وهو واخد ترخيص. فدي حاجه مهمه بقول لها استخدمي الف مالتي فيت هتتبسطي من النتيجه جدا إن شاء. كبسوله واحده في اليوم كويس جدا. بس نواظب اهم حاجه نواظب نواظب مش اللي هو ناخد يوم اتنين اسبوع ونرجع بعدها مثلا بخمس ايام. المواظبه اساس او عامل مهم جدا. نورتينا كالعاده حبيبتي انا هوان بجد. لا والله من الناس الجميلة اللي بنسعد بيهم بجد كضيوف عشر صبح في الأهل فعلا. حبيبة قلبي والله أنا اللي ببقى مبسوطة بعرف النهاردة طالعة مع نوال وكريم بتلاقي النشاط إيه الصبح جاية ومبسوطة يعني. مرسي يا دكتور وبشكر حضراتكم على متابعتنا ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة عشر صبح في الأهل. مع السلامة.